انه ال 100 نقطة وال 200 نقطة امر بسيط وسهل للجميع، مشان هيك الحمد لله هلا يعني حاطين عدة امور، عدة يعني عم نشجع الكل، عم نعلمهم اساليب النشر على مواقع التواصل، الاعلانات الممولة، يعني في كتير قصص. وحتى لسه بعد رمضان بتنطلق خطتنا باذن الله تعالى، وراح تسمع اخبار كتير كتير يعني بتعجبك استاذ نادر. ما شاء ولكن الله. بالبدايه لابد انه نحن ناسس يعني انا ما فيني اجي مثلا لعند اعضاء جدد بقول لهم فعل الهدف 1000 نقطه مثلا، هو ما نو قادر يفعل ال 100 نقطه، فهيك انا بكون عم اظلمه وعم كرهه بالشغل، بعد فتره رح شوفه رح يختفي. فلا انا جاي معهم شوي شوي، خطوه خطوه، من أبسط الأمور. يعني الموجودين معي بيعرفوا من أبسط الأمور، يعني شغلات حتى ما بتخطر على بال حدا، من أبسط الأمور بإذن الله تعالى. الأخبار بالأيامات الجاية رح تسمعوا أخبار كتير كتير حلوة بإذن الله تعالى. الله الله يبارك فيك ويحفظك. كوتش ما شاء الله كوتش عليك استاذ دلال. تفضل تفضل يا استاذ ابو صحيح. تفضلي. كوتش، أنا أيضا أؤيد الأخت أم المجد. أنا يعني اليوم استقطبت إنسان وعضو، ولما يعني تعمدت في الشرح تعمدت خبره على ال 100 نقطة، لأنه هو أخذ من قبل أخذ فكرة على الدي اكس ان وما دخل، ويعني وما أدري لحسن حظي أو لسوء حظي أنه جاء عندي وشرحت له. فلما خبرته على ال 100 نقطة قال لي خليني أفكر وراح أرجع لك إن كنت سجل عضوية أو لا. يعني لكن ان شاء الله يعني هذه مو اخبرك بها مشان تقول يعني ضعف او تقصير او ما قدر، يعني حبيت احطك في الصوره فقط بعد يعني هذه بعض العراقيل التي في. لكن ان شاء الله ان شاء الله ومع يعني بركه الشهر الفضيل ان شاء الله راح نتخطاها وراح تكون نتائج مثل ما قالت ام المجد، ان شاء الله تفرحك يا رب باذن الله. ان شاء الله الله يفتح صح عليكم. أنا بفرح والله وقت تنجح وأنتم تتمكنوا أساساً من إيجاد طرق صحيحة لتحقيق المبيعات. يعني أنا مشان نوضح هي المسألة، ليش إحنا بنعمل هي الأهداف الكبيرة مثلاً بمناسبات مثل هي؟ لأنه إحنا رمضان الماضي عملنا شيء مشابه، فصار في عنا جزء من الفريق راح يوجد لنفسه طرق، فبلشت الإبداعات. إحدى الشركاء شو راح عمل؟ راح مساوي صفحة فيسبوك احترافية كمتجر لبيع المنتجات الطبيعية، ما سمى دي اكس ان او كذا، لا لا لا، متجر متكامل تعب عليه وصمم تصميمات حلوة له، راح اطلق اعلانات ممولة لا اساسا مادة اسمها السبيرولينا. يعني ما قال انا عندي منتجات دي اكس ان، لا لا، مادة اسمها السبيرولينا، وصار يشرح فوائدها بالاعلانات الممولة. فصار كثير من الجمهور يجي يسألوا اللي احنا هي السبيرولينا بدنا نحصل عليها، خلص اوكي، صار يكمل الصفقة مع منهم ويرسل لنا المنتج تبع الدي اكس ان. نفس المسألة صار يتعامل مع الفطر الريشي، يعني كان بوقتها ابداع حقيقة ملفت للنظر. فاذكر بوقتها خلال شهر حقق اكثر من 1800 نقطة مبيعات، لانه هو شو عمل؟ هو اوجد طريقة لانه يتفرد. يعني هلا انا اذا بقول لحضراتكم بيعوا على السوشيال ميديا مباشره، مثلا بيخطر ببالكم تروحوا منزلين عبوه الدي اكس ان مثل ما هي، طب كتار اللي بيبيعوا الدي اكس ان، ما حتلاقوا اساسا شريحه مهتمه، لانه الكل صار عارف انه انا باخذ عضويه مجانيه وبشتري المنتج بسعره. بينما كانت فكرته الابداعيه احد الشركاء انه اجى شو عمل؟ اجى راح ساوى متجر لبيع المنتجات الطبيعيه، ورايح يشرح عن الماده بحد ذاتها، يعني لانه يشرح مثلا عصير مورنزي وفوائده، خلص عصير مورنزي فاكهه اسمها النوني، ينزل لها صور كفاكهه وك منشور تعريفي، بوست تعريفي لها، لما تنطلب يرسل منتج الدي اكس ان بعد ما يتم الصفقه ويعطي السعر وكذا. فكان ابداع. فالان شو الفكره؟ الفكره من هذا التارجت الرمضاني هو انه نحن ندفع الجميع لحتى يبلشوا يفكروا بطرق للبيع فيها ابتكار، فيها ابداع. بعد منا بتبلشوا انتم بتحصلوا على هي الطرق الابداعيه، بتبلشوا بتعلموها لفرقكم بعد رمضان. وهذا حصل، يعني احدى القاده اللي انا حكيت لكم عليه بلش بعد رمضان يدرب فريقه عليها، فصار عنده هو مبيعات بعد رمضان بالاف النقاط، فريقه كل حدا فيهم الضعيف فيهم مئات النقاط، المجتهد الاف، بس هذا صار عنده نمو، صار عنده مبيعات بالشهر 10 20 ألف نقطة، تمام؟ وكأنه يعني قطع مسافة سنتين لقدام بتأسيس الفريق.
شايفين؟ فهي اولا واخيرا الحاله اللي انا عم بطرحها مو لاجل اللي احنا خليني اقول يعني نسلط الضوء على زياده النقاط، لا، نسلط الضوء على ايجاد سبل ووسائل للبيع فيها ابداع، فيها ابتكار. عرفتوا شو الاصل؟ نعم. السلام عليكم الله وبركاته. السلام عليكم استاذ الكريم. يا هلا. الصوت واضح؟ عم سوء انا بس حبيت هيك شارك معكم كمان. يا اهلا وسهلا، حياكم الله. اول شيء تقبل الله طاعتكم وصيامكم ان شاء الله اجمعين نلتقي بهيك جمعه حلوه بالجنه كمان. الله يبارك فيك يا رب ويحفظك واياكم. يا هلا يا هلا. الله يسلمك يا رب. عن الخطط عن الخطط التسويقية، خططنا حالياً عم ندرسها يعني بشكل 100%، يعني بدنا نعمل شيء إنه هيك كلياتنا نتفاجأ منه. فحالياً موضوع المبيعات كمان عم نتابع عليه، موضوع الاستقطاب كمان عم نتابع عليه، يعني عم شغالين من كل الجهات، بس مع هيك عم نحاول نطور نفسنا ونطور الفريق ونطور الأعضاء. في ناس مثلاً عنده مشاكل بالنشر، في ناس عنده مشاكل بال السوشيال ميديا، فما عندهم هاي الامكانيات القويه لحتى يعملوا شيء مميز، فعم نتساعد الكل تقريبا ايد وحده، عم ننتج صور، نضبط صور ومنشورات ونساعد بعض صفحات وكل شيء. اليوم كانت يعني بدك تقول اليوم يوم تاريخي، راح يكون بيوم من الايام راح نتذكر هذا اليوم. اليوم دشنا الشركه تبعنا، بدك تقول عملنا الشعار تبعنا، اتفقنا الكل. ليش عم بتقول خليهم مفاجاه؟ لا ما تفاجأوا، انا مستغرب، تسجلت انه يتفاجأوا، بس يمكن الباقيين كلهم لسه ما طبقوا. واول وحده انت يا ام صهيب، لازم اليوم ينزل لك كمنجات. لا ما ينزل لي كوب كمنجات، غير الكوتش الغالي، غير الكوتش نادر قبل كمنجات. خصوصي ينزل لك كمنجات. عملنا الشعار تبعنا وراح نتشاركوا، راح نتشاركوا سوا تقريبا بشكل عام على التيك توك. فراح يكون انه بدنا يعني على اساس انه يعني هو مو على اساس، هو بدانا بتاسيس شركه، فعم ناسس حاليا والشعار والمبنى بدك تقول، باقي علينا بس نجيب زباين لمنتجاتنا. المنتجات الحمد لله موجوده عندنا، باقي علينا بس التسويق وبيع المنتجات. وان شاء الله بعد رمضان عندنا خطه لسه حلوه ما راح نحكي عنها. بعد رمضان راح تكون كمان ان شاء الله هدف ثاني اذا الله اعطانا التيسير ووفقنا. هاي مداخلتي، بس حبيت اعطيكم ملخص بسيط عنها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، اهلا كوتش عمار، حياكم الله. تحياتي لك استاذ نادر. الله يسلمك. طبعا انا عندي راي مخالف لاراء الاشخاص اللي ذكرته، بارك الله في كل واحد له وجهه نظر مختلفه، لكن اليوم انا لما ابدا بهدف رمضان واحفز فريق على هدف رمضان، انا بامكاني اساعد فريقي كيف انه يوجد الحلول لتحقيق هدف رمضان. ممكن انه ما يحقق الهدف كامل، انا اطلق له تحفيز، اذا حققت ربع الهدف حتكون لك جوائز خاصه مني، اذا حققت جزء من الهدف حتكون لك جوائز خاصه مني. بالتالي انا عملت تنشيط لفريقي وبنفس الوقت حفزته لأنه هو يلاقي حلول لنفسه. ممكن الشخص أنه يحقق 200 نقطة فقط، لكن هذا حيصير عنده دافع فيما بعد أنه يصير يحقق نقاط أكثر. فالغاية من المسابقة مو فقط تحقيق الهدف أو الحصول على الجوائز، لا، الغاية أنك أنت توجد حلول لفريقك بأنه يكون قادر على تحقيق شيء بسيط فيما بعد حيساعده يصبح عنده التارجت الشهري 100 نقطة، أمر بسيط. فهدف المسابقة هي نوع من التحفيز يعني. حلو. هلأ شوف كوتش عمار، هو الكل على الصح دائما، يعني كل حدا بيشوف من زاوية، شايف شلون؟ مع التصحيح، يعني خلينا ناخذ قاعدة، الكل على صح مع التصحيح. يعني هلأ هو مثلا اللي بيطرح مثلا طرح معين بيصحح لما بيشوف شريك آخر مثلا طرح أفضل أو من زاوية أوسع، أو مثلا عمل خطة جاب فيها نتائج أعلى. فهو دائما مبدئيا الكل لما بيكون ضمن إطار يعني خليني اقول الابداع، تمام، فهي بتكون الافكار مطروحه. يعني مثل ما كل حدا هلا طرح وجهه نظره بمثلا مساله التارجت اللي بده يحققه، ولكن انا مو مع فكره انه يكون الواحد فقط يعني عم ينظر للمساله كانها هي خليني اقول انا
يعني شيء غير قابل للوصول له، أو مثلا في بعض المعوقات لا يمكن حلها، أو مثلا يعني أنا لا، مع نظرة شو الإيجابيين كلياتهم إنه كل حدا عم يشتغل بطريقة بطريقته بنفسه هو لحتى يوصل. هاي هي الأفكار اللي دائما اللي إحنا بندعمها. حي الله كوتش أحمد، الله يسعدك يا والله غالي. أستاذ الكريم، اسمحوا لي على المداخلة البسيطة. نحن أول هدفنا وخطتنا راح تكون إنه لسه عندنا كثير فرص، وراح يكون عندنا كثير فرص لنربح جوائز ونكسب جوائز بالمستقبل. عم نفكر ونخطط لشيء لقدام، يعني مو بس للشيء اللي حالياً بين إيدينا. احتمال إنه مثلاً يكون الأعضاء يعني ما عندهم هاي الإمكانية، مثلاً يكون حققوا معلش 500 نقطة، ف راح يحس بالملل، يحس بالتعب، يحس بالضغط. فكيف صايره انه لسه الكل يعني مو معتمدين شركتنا كشغل اساسي. نحن هدفنا هو انه خلص من بعد رمضان بدنا نعتمد هذا الشغلنا الاساسي، هاي شركتنا، عندنا هاي المنتجات بدنا نبيعها. هاي هدفنا، ان شاء الله يكون من منتج واحد، يمكن نعتمد كلياتنا على منتج واحد، او كل عضو من الاعضاء يعتمد منتج واحد. مثلا انا اخترت القهوه، الاستاذ الدلال تختار معجون الاسنان، ام صهيب تختار مثلا شيء ثاني. فهي هدفنا، بدنا نحاول انه بعد رمضان نبدا ان شاء الله بعد العيد تكون شركتنا هي نقطه الاساس والانطلاق للمستقبل. يعني مهما كان في صعوبات وعوائق لازم نتخطاها. نعم أخي حمزة، ممكن نضيف كلمة بدل الكوتش نيت الكوتش؟ ما بشجع أنا، بس أمصي بعد إذنك، أنا مو إنه ما بشجع لتحقيق الهدف أو التارجت، أنا بالعكس بتمنى كل عضو بفريقي يحقق مو ألف 10,000 نقطة، وهذا الشيء اللي نحن عم نشتغل عليه. نحن إذا ما كنا ممتلكين مهارة ما ممكن نوصل حتى للمئة نقطة. المهارة أول شيء، نمتلك المهارة، فريقنا يمتلك المهارة، ومن بعدها كيف ما وجهنا راح يتوجه، لأنه هو بالأساس عارف كيف بده يشتغل. بس إذا فريق مو عارف كيف بده يشتغل ومحتار كيف يبيع الصابونة، طيب هذا كيف بدي أطلب منه يفعل 1,000 نقطة؟ أنا ما برضاها. أنا بالأول عندي خطة بنشتغل عليها، الكل بيعرف حاله شو عم يشتغل. عندك متجرك، عندك شركتك، تعلمناك الأساسيات، يلا أبدع هون. فعلا أنا بصير فيني أفرض عليهم فرض، بس هلأ مرحلة التعلم، ويلي ما بده يتعلم أكيد بيكون لنا حديث تاني معه، ويوم من الأيام بيجي بيقول لي والله أنا ما عم بيع أو ما عم استقطب أو هيك، فبنرجع بنذكره بالتدريبات اللي عم نعطيها كل يوم، عم نتعب وعم نشتغل على الكانفا أنا والأخ حمزة، وعم نعطي من وقتنا كتير كتير لحتى إن شاء الله الكل يمتلك هاي المهارة. طبعا أنا بس هيك من وجهة نظري، إن شاء الله أستاذ نادر ما تكون يعني أخذنا كتير من وقتك. ما شاء الله كلامك كلامي. لا بس صح مداخلة، بس مداخلة بعد إذنك، بعد إذنك أستاذ نادر مداخلة بس. كلامك مظبوط أستاذ دلال، ولكن هذا الأمر يعود إلي أنا. أنا لازم أدرب فريقي أيضا كيف يمتلك مهارة، كيف إنه ينشئ فرق صفحته بشكل احترافي، كيف إنه يسوق بشكل احترافي. هذا أيضا لازم أنا أدرب فريقي عليه قبل لا أطالبه أنا بتحقيق الهدف. كوتش حبيت أنا الإضافة نتاعي في الصميم. شف أنت كوتش، أنت أكثر واحد تعرف كمية الإحباط اللي كنت فيها من قبل رمضان، تتذكر كوتش؟ نعم نعم. الآن لا كوتش، الآن أنا وجدت طريقي وانطلقت بإذن الله. ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. هذا تعرف ليش دخلت كوتش؟ أنا عارفة أنك راح تعطي الكلمة للكوتش أحمد الخميس، لكن حبيت اقول لك لانك انت ادرى، انت اقرب واحد ليا، انت والاخت دلال والاخت ام عمران، وكنت تعرف. والان ان شاء الله من جهتي بالشرح اللي اعطته لك الاخت دلال، اضافه الى ما كنت تقوله من قبل، وكل ما افتح المايك نجي نقول يدخل واحد ما قدرت نقول لك على رمضان، وكيف انه مو انه من الفشل، يعني ان من اجل الالف نقطه، بل من اجل ايجاد السبل. وفعلا رمضان، يعني رمضان حتكون فيه انطلاقه كثير كثير كبيره باذن الله كوتش. هذا هو اللي حبيت نقوله لك، وان شاء الله نفرحك كوتش. انا اللي يهمني اني نفرحك ونكون عند مستوى عند حسن ظنك انت والاخت ام المجد باذن الله. ما شاء الله، الله يفتح عليك فتوح العارفين. طب انا بدي بس احكي هالكلمه اختم فيها، لانه في نقطه بدي اقول لكم عليها جميعا. طبعا هلا فقره كوتش احمد بدنا ننتقل لعنده، بس انا بدي اقول لكم انه انا
رح اكون معكم، حوطي الصوت ما حاسمعكم لانه انا مطالب اني فوت على اجتماع اخر بفريق اخر اعطي عندهم محاضره، هي بدنا نعطيها لله عز وجل، عرفتوا؟ فصار لهم يومين ثلاثه بيلحقوني على هذا الموضوع بقول لهم اوكي حاضر وكذا، هلا ابعثوا لي الرابط والله. لكن بدي اقول لكم شيء كثير مهم قبل ما يعني ان شاء الله تعالى نترك المايك عند كوتش احمد. بالنسبه لمساله اليوم، الشيء اللي ذكرته الاخت ام صهيب انه هي مثلا بالبدايه كانت تشعر باحباط او شيء، هذا على فكره مهم جدا لحتى احنا كلياتنا نفهمه بشكل ايجابي لنا ولفرقنا. هو شو اللي بيصير؟ هو اللي بيصير انه اي حدا بيدخل معنا جديد بيكون عنده زاويه النظر ممكن تكون مثلا بالعرض سنتي، تمام؟ هيك تخيلوا معي زاويه البصر بالعرض سنتي. كل ما سبحان الله حضر أكثر استمع أكثر اتسعوا هدول السنتيات تصبح 5 سنتي، كل ما حضر أكثر كل ما استمع أكثر لأصحاب الإنجازات طرقهم مهاراتهم أفكارهم كل ما اتسعت عنده، فبيوصل لمرحلة اللي عم تحكي عنها ما شاء الله أختنا القديرة الأخت أم صهيب، أنه أنا الآن بحالة حاسة بالإيجابية، حاسة أني أنا فيني أعمل كل شيء، حاسة أنه أنا فيني انطلق بكل شيء، حاسة أنه فيني أصل. هذا على فكرة هو أصل وأساس اجتماعاتنا المستمرة، هذا الأصل فيها. فدققوا على مسألة أنه دائماً أي عضو جديد تمهدوا له الطريق وتصبروا على بداياته، بس المهم أنه يكون هو جاد حابب يعمل وعم يحضر معنا، ولكن الصبر على شركائكم وتكونوا له قدوة بالإنجاز، مثل ما تفضلت هلأ أختنا أم صهيب. كثير أنا فخور فيك والله، الله يعطيك العافية، فخور بكل شركائنا حقيقة. يسلمك كوتش، ربي يحفظك، الله يبارك فيك. طيب أنا بدي أستأذن حضراتكم إن شاء الله، ومعكم الكوتش المبدع الأستاذ أحمد خميس، وأيضا بقى الكوتش بقى يعني الموجودين كلياتكم متاح لكم مشاركة الأستاذ أحمد بفقرته، الله يبارك بالجميع. كوتش أحمد عم تستقطب هلأ؟ وقتك هلأ؟ السلام عليكم. إيه يا أخي، أنت أستاذ نادر، أنت وجماعتك لا بتعطونا مجال ولا ما شاء الله، يعني مستلمين الساحة، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، يلا يا ما عاد في إنه مجال يعني خلاص. والله ما بنحسن نستغني عنك نحن. لا نحن مستمتعين بنفس الوقت ما شاء الله نقاشات. أنت بالنسبة لنا مثل القهوة السوداء، إذا ما سمعنا صوتك كل يوم نخرم عليك. الله يكبر بخاطرك يا رب، هاي ما نحن عم نشرب القهوة السوداء هلا. يلا أنا بدي أستأذنكم. الله يسعدك يا رب، تحياتي لكم جميعا شركائنا وشركاتنا أصحاب الأثر الطيب المبارك. ونسأل الله عز وجل يتقبل مننا ال 12 يوم، يوم 12 يوم صمنا، ما هيك؟ الله يتقبل منا ومنكم جميعا. طيب انجازاتنا بهال 12 يوم اللي دخلنا فيهم بشهر رمضان اكيد هي نتائج حلوه، نتائج نحن شخصيا رضيانين عنها فعليا، صح؟ طيب كيف حننجز اكثر؟ كيف حنستمر اكثر في هذا المشروع؟ هذا الخبر للقيمي في تركيا، انا مو غلط، هذا بالغلط اشتغل. ايه طيب يا سادة يا سيدات، نحن مستمرين واياكم ب بتحقيق الانجازات ونرفع من انجازاتنا، نرفع من المستوى اللي عندنا، صح؟ بدنا نرفع من مستوى الانجازات اللي عندنا، كيف؟ بالجهد المستمر، بالتعلم، بالاستمراريه، بالبذل، بالسهر، بالتعلم، انه نتعلم اشياء جديده بشكل دائم. انا امبارح نشرت صوره للشباب، هي مو بمعنى صوره وإنما هي مقطع فيديو قصير جدا بيقولك أنت بوسط محيط، اتفقنا؟ اعتبر نفسك أنت الآن بوقف بنص، وما شاء الله والدك حواليك، جنبه بين والدتك، أخوك، ابن عمك، صديقك، جارك، رفيقك، رفيقتك، اللي هو، اتفقنا؟ فاليوم هذا المحيط حواليكم فعليا إذا ما كان محيط إيجابي دائما الكل عم بيكون في عندهم تعلم لأشياء جديدة، إنه يسعوا ليتعلموا أشياء جديدة، اوكي؟ ينموا من مهاراتهم اكثر، عم يبحثوا عن التحسين والتطوير والتغيير، ما عم يبحثوا عن راتب ثابت، ما عم يبحثوا عن شيء يسليهم اليوم، ما عم يبحثوا عن قضاء ساعات الوقت انه تمرق خلص اليوم انا فيه الصبح ارجع تابع شغلي، لا ابدا. فاليوم فعليا اذا ما كانت البيئه المحيطه فيك هي اساسا متبعه مبدا التغيير والتطوير والتحسين والسعي دائما للافضل، ايش حيصير فيك؟ فأنت ما راح تكون وسط بيئة إيجابية، وإنما هذا شاف الفيديو، وإنما أنك أنت حابس حالك فعلا بقفص،
مثل تخيل حالك صوص عصفور، صوص العصفور، الصوص لا بده مساحة، أما عصفور تخيل نفسك عصفور يا أخي، تمام؟ مو بتحب الحرية؟ لا لا، أساسا لو ما بنحب الحرية ما كان وصلنا تركيا ولا كان شمينا هوا تركيا، شايفين؟ حرية، والحرية حلوة وبتحتاج تضحية، صح؟ فاليوم كل إنسان أكيد بيطمح للتحرر المكاني، بيطمح للاستقلال المالي، بيطمح لإشي جديد بحياته، ما هي؟ طيب إيه شو الحل؟ الحل تعلم 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 دائما، ما تخلي، شوف سكر أذانك بالنسبة للمحيط اللي حواليك. أنا هلا كم العدد معنا؟ برافو عليكم، أنا متأكد إنه في معنا عدد كثير منيح، هم أشخاص جدد معنا. أنت هلا بدك تغير، إيش؟ بدك تغير للأحسن، صح؟ وعندك النية، عندك القناعة، عندك الإيمان بنفسك، عندك الثقة بنفسك، متوكل على رب العالمين، عملت الاستخارة، ما هيك؟ هاي الإجراءات اللي نحن اتخذناها كلياتها إيش؟ يعني وصلنا لها نتيجة عدة أفعال أساساً اشتغلنا عليها. أهم إشي عندك، أهم إشي بدك إيش؟ سكر، سكر أذانيك عن عن مين؟ عن المحبطين والسلبيين. سكر. انسى. بيجي شخص بحكي لك كلمة من الشرق، كلمة من الغرب، كلمة كذا، نحن بصراحة بشر، ونعم ببعض الأحيان بيصيبنا حالات إحباط، بنصاب نوعا ما حالات اكتئاب، أوكي، هي أمور كلها طبيعية. طيب فرضا نحن اليوم وأساسا قررنا إنه نكون فعلا مميزين، ونكون التوب 1، نكون الرقم واحد، نمبر 1، أوكي، فحنصل للهدف اللي نحن بنتمناه وبنحلم فيه. طيب بنرجع، هاي كانت مقدمة بسيطة، أتمنى إنه إن شاء الله نركز فيها كتير منيح. حلو الكلام، يلا بيساني. طيب اكتبوا لنا رقم 3 لأشوف نسبة التركيز معنا، اكتبوا لنا رقم 3. رقم 3 يا قوم، أين القوم؟ يلا يلا رقم 3، أنا بس هون دقيقة أشوف شغلة عندي. رقم 3، 3 يا حياتي، وين التفاعل؟ وين 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 وين؟ ما شاء الله ما شاء الله، حلو، برافو عليكم، برافو يا شباب، برافو يا سيدات. طيب طيب سؤال واضح وصريح، بتحبوا نحكي مبيعات ولا نحكي بزنس؟ هاتوا نشوف، نحكي عن أمور تطويرية وخطة مالية، حركة حركة. المبيعات أنا شايف أحاديثكم كلها مبيعات، خلص ما انتهينا ولا ما في نهاية؟ مبيعات مبيعات، ايش الوضع؟ شو يعني طالما كل هالحكي مبيعات، فلازم نشوف انه هذا الشهر كل واحد فيكم ان كان وكيل نجم او موزع عنده اقل شيء 2000 نقطة. ان كنت موزع او وكيل نجم اقل شيء عندك يكون ايش؟ 2000 نقطة يا اخي. في عندكم هذا الشيء ولا لا؟ وصلتوا لهي المرحلة ولا لسه حنصل؟ حنصل ان شاء الله؟ حنصل ولا لا؟ أبارك لكم. طيب ما راح نبارك لكم. ايش بدنا نوصل ولا لا يا شباب؟ تفاعل وينه على الشات؟ ما شاء الله، حلو. طيب على طلب الاغلبيه، طلب الجمهور ان شاء الله، استقطاب استقطاب استقطاب. طيب حلو، انا راح امشي معكم استقطاب. طيب في عندنا هون استقطاب بزنس واستقطاب، طيب برافو عليكم. هلا انا والكوتش اسماعيل راح نتشارك بالحوار بما يخص الاستقطاب، وايش استقطاب وشو استقطاب وبزنس، يعني اليوم بنفس الوقت بدنا نربط البزنس بالاستقطاب، لانه اذا بدنا نربط اليوم فعليا مبيعاتنا، نربط فعليا مبيعاتنا بايش؟ بالاستقطاب، ما حيمشي الحال. ما زبط. طيب يا شباب يا سيدات، سؤال عن ما يخص الاستقطاب. اول سؤال، خلينا ننتقل على قبل ما ادخل معكم بالواقع والناس اللي حواليكم والمحيط اللي حواليكم اساسا، خلوني انا احكي معكم بما يخص الاستقطاب. السوشيال ميديا عندكم كيف ماشيين عليها؟ اكتبوا لي على الشات شو هي المنصات اللي عم تشتغلوا عليها؟ يلا حركة حركة، ما في معنا وقت. حركة حركة، ما في عنا وقت. يلا تيك توك، فيسبوك، تيك توك، فيسبوك، انستا، وفيس، فيس واعلانات، فيس فيس، فيسبوك، اوكي، فيسبوك، تيك توك، فيسبوك، مشي الحال، تيك توك. طيب برافو عليكم، اذا الواتساب، برافو. رح نرجع نعيد بشكل سريع سريع شو هي المنصات اللي نشتغل عليها بشكل سريع، تمام؟ ويفضل اهم شيء عندنا هو حاليا هو حاله الواتساب، وخاصه نحن هلا بالشهر رمضان، في ناس عم تقضي بصراحه بشغله
ما بين تعب وإرهاق وناس فيطرة بصراحة، ناس عم تفطر عم تشتغل وفيطرة، الله يعفي عننا. طيب، فعم يبحثوا عن التحرر مكاني، في أشخاص تانيين عم يبحثوا عن الصحة برمضان، تماماً؟ أنا اليوم صحتي بتهمني، في ناس بعد ما تفطر تقلب على ظهرها وبتنام للصبح، بتفيق الصبح على الشغل نفسه، ويمكن ما بيصوموا. فلذلك التركيز، ما نخلط ما بين منتجات وما بين بزنس، خلوا البزنس لحال والمنتجات لحال. على سبيل المثال، ما نصل لمرحلة إنه نقلب وننام، لا أبدا، ديروا بالكم، خاصة السيدات. المحتوى الصحة لحال والبزنس لحال. طيب ننتقل لمرحلة الاستقطاب، ما حنستقطب لنعمل مبيعات، وإنما رح نستقطب لنعمل بزنس. لنعمل إيش؟ بزنس، نعمل مبيعات حلوة. هاي المبيعات كيف حتكون؟ من خلال إيش؟ الاستقطاب. عم نركز على الاستقطاب. طيب نحن شو عم نركز حاليا؟ بدنا نركز على سوق تركيا. الغالبية عنا حاليا في تركيا. اليوم بدأ العد التنازلي، اليوم 12 هذا الشهر، كم شهر احنا اليوم؟ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 9 ايام فعليا، 9 ايام على نهاية شهر ايش؟ شهر آذار. بدأ العد التنازلي لانتهاء العرض الأقوى من الشركين، زائد بدأ العد التنازلي للأشخاص اللي فعلا حتستمر بجهد إضافي بعمل إضافي. أنتوا كشباب عم تشتغلوا اليوم بوظيفة بعمل ما، صح؟ لما أنت عم تشتغل بمعمل أو عند صاحب العمل أو بشركة أو بأي مكان كان، لما تشتغل إضافي عم تاخذ بدل 6 ليرات على الساعة عم تاخذ 60 ليرة، صح؟ على سبيل المثال، في أشخاص اليوم تشتغل بيقول لك أنا باخذ على الساعة المسائي الساعة بثلاث ساعات، يعني كأجار، يعني بالنهار بتكون ساعتك مثلا 100 ليرة، فبالليل عم تاخذ تقريبا 300 ليرة على الساعة بالمعمل، إن كنت خياط، نجار، حداد، اللي هو. ونحن اليوم بنفس نفس النقطة بدنا نحكي فيها، بإنه بدنا نركز إذا أنت فعلا في عندك النية. شوف، ولا هون الشركة طلبت منك شغل إضافي، لكن ما راح تعد لك إياه مرة ثانية. مو على كيفك ترجع تشتغل جهد إضافي بنظام الـ ASP، لا، الشركة أتاحت لك الفرصة تعمل ASP، إنه أعطتك مدة، أعطتك مرحلة تمهيدية تعمل فيها ASP. اتفقنا؟ هي الحزمة فيها شغل إضافي، بدل ما تاخد 6 ليرات على الساعة رح تاخد 60 ليرة على الساعة. مثال، أنا عم بعطيكم مثال حاليا، نفس المبدأ ما بين النظام العادي ونظام الـ ASP. طيب الاستقطاب والاستقطاب، الأفكار اليوم بما يخص الاستقطاب. طيب سؤال تاني، اللي عم يعمل محتوى خاص فيه، أنت عم تطلع بصورة وشكل، أو عم تعتمد على محتوى تاني؟ إذا عم تعتمد على محتوى خاص فيك، اكتب لنا رقم 1. عم تاخذ محتوى مخلوطة عم بيصير أو كوكتيل، اكتب لنا رقم 2. 1 أو 2 أو 2، مين حيحكي معنا؟ مين حيشارك؟ 1 أو 2؟ واحد أو اثنين، مين معنا؟ الغالبية واحد، برافو عليك. أنا بشجع أن كل حدا فيكم يشتغل على محتوى خاص فيه. طيب أنت كسيدة أو أنت كرجل ما عندك القدرة لسه لحد الآن تظهر في السوشيال ميديا، مواقع تواصل، تعمل محتوى خاص فيك، أوكي، خد محتوى تاني لكن عدله، مثل ما بيعمل كوتش إسماعيل، بياخده بعدل، تمام؟ وبعدله، في له محتوى له فيه، نعم، في عنده محتوى. الكوتش اسماعيل عنده محتوى وبيظهر، لكن كمان عم ياخذ من برا، عم يعمل كوكتيل هيك طيب، بس مو كوكتيل عادي، لا، كوكتيل شيء فاخر على الاخر، يعني بنقي هيك الاشياء المميزه وبيعمل عليها كوكتيل، شايفين؟ اشتغل عليها كمان حلوه، تعديلات على الفيديوهات، اخذ صوت من هون، صوره من هون، فيديو من هون، اوكي؟ هذا كله بيلعب معكم فعليا بشكل حقيقي، وبتعملوا من خلاله نتائج طيبه. طيب، شو هي الافكار؟ في اشخاص بتقول لك انا منين بدي اجيب الافكار؟ من وين بدي اجيب كلام؟ كيف بدي احكي على هذا المشروع؟ كيف بدي فعلا اشخاص تنضم معي؟ كيف بدي اجيب محتوى يومي؟ اليوم فعليا احنا عايشين بواقع بصراحه ما في داعي نشرح لكم فيه اكثر من هيك صراحه. طيب دخل رمضان، اوكي، دخل هاشتاجات رمضان، دخل بعض التفاصيل اللي بتحكي عن رمضان، عن المعاناه العامل برمضان، صح؟ عن معاناه النساء برمضان، عن ايش؟ شو بدكم كمان نحكي لكم؟ صح؟ فانت احكي واقع، كل ما تقربنا من الواقع كل ما كان في عنا نتائج افضل. ما نروح نحكي عن قصص من المريخ، ما نروح نحكي قصص من الخيال، لا، اعمل محتوى استقطابي خاص فيك. كل يوم حاول تنشر لك فيديو 2 3، عندك القدره تعمل 2 3، اوكي، انشور. ما عندك القدره، اوكي، يكون عندك 1 مبدئيا. ابدا كل يوم كل يوم كل يوم دون توقف ودون هذا الامر.
السلام عليكم سيدة مروة. لا ما هيك يا سيدة مروة، مو كلمة إعادة نشر، لا أبدا. أنا شرحت لكم كتير وبكوني جاهزي ب 28 الشهر، رح يكون في محاضرة فقط للسوشيال ميديا رح أقدمها إن شاء الله، كوني جاهزة لها. يلا جهز أموركم. إيش بقى السيدة مروة، شو عم تعمل السيدة مروة؟ أنا بتعمل لك بس إعادة نشر، أنت عم تشتري الأستاذ أحمد. هلا شوفوا إعادة النشر بالنسبة لكم كفيديوهات، إذا أنتم عم تعملوا فيديوهات أوكي، اطلبوا من أشخاص تعملكم إعادة نشر، فالفيديو هذا بيطلع لمشاهدات تانية، تمام؟ يعني الكوتش إسماعيل عن مثلا نشر فيديو حلو، إذا أنا عجبني بعمل له إعادة نشر، ما عجبني ما بعمل له مثلا، أوكي؟ إن كان كمحتوى أو في أنا أشخاص بصراحة بتنشر محتوى قوي، طبعا هن ما لهم علاقة بمشروعنا أبدا أبدا، لكن محتواهم نوعية كلامهم والرقي بالكلام والمعلومات اللي بينشروها اوكي، اخيرا ببعض الاحيان بنعمل له اعاده نشر، بنفس الوقت ناس ثانيه رح تشوف هذا الفيديو، رح يصل لهم هذا الفيديو، فبهي الطريقه اوكي عم يطلع الفيديو اكثر. اذا انتم فعلا بدك تنجحوا بهذا المحتوى اوكي، خلي يكون محتواك مميز، يكون المحتوى فعلا راقي، ويكون المحتوى خاص فيك من خلال اعاده النشر، من خلال النسخ، من خلال الحفظ المفضله، من خلال الاجراءات بالنسبه لما يخص التيك توك، هاي الاشياء بتساعدكم لانه يطلع لمشاهدات اعلى تماما. فهي الكوتش اسماعيل هو خبره فيها اكثر مني بصراحه، لانه ما شاء الله عليه يعني محترف، هو ابو حسين خبره بالتيك توك احسن مني، يعني اليوم بفريقك انت بتتمنى يكون عندك بالفريق اشخاص احسن منك صح، واليوم من خلال توزيع المهارات وامتلاك مهارات مختلفه عن كل واحد بيمتلك مهاره ما، والعمل بيروح الفريق والعمل على ايش جمع المعلومات، وكل واحد ياخذ مهمه، مثلا على سبيل المثال شخص بيهتم بالسوشيال ميديا، شخص بيهتم بالتدريب، شخص بيهتم بالمتابعة، شخص بالاستقطاب، شخص، فبهي الطريقة عم بيكون في عنا إيش راحة بال وقلة جهد ونتائج أكبر، فبهي الطريقة عم بيكون في عنا إيش إنجازات حلوة كتير كتير تماما. طيب هاي بما يخص طبعا التيك توك، يفضل النشر تيك توك بشكل يومي، ما تتوقف، خليك عم تنشر بشكل يومي، اياك تتوقف، لانه من توقفت راح يصير عندك بالحساب نوعا ما خمول كبير، راح يحتاج حسابك مرحله ايش؟ مرحله يعني حتى بتعرفوا الموتور ميك القديم شو بيشتغل؟ قلده الصوت اسماعيل، بتعرف تقلد صوت الموتور لما يشتغل؟ ما عم سمعنا، صوت الموتور المي شو بيشتغل؟ اول شيء بصير بيفتل شوي 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 شوي، بعدها بيعطي صوت عالي صح؟ فبهي الطريقة، فاليوم هي مرحلة الإقلاع، مرحلة الإقلاع بتستغرق وقت، فنحن اليوم من أقلعنا أول مرة ما ترجعوا تعيد الإقلاع مرة ثانية، خلاص أنت انطلقت، خليك منطلق ما تتوقف، حتى لو ضارب عندك ترندات، حتى لو في عندك مشاهدات عالية، معلش ما تتوقف عن النشر، اطلب مساندة من الفريق أو أنت حفز الفريق بهي الطريقة، لأنه إيش؟ يشتغلوا معك، يساندوك، أو أنت تساندوا بعملية الاستقطاب، نحن اليوم عم نشوف أشخاص عم يمروا الشهر كله مو مسجلين حدا او مسجلين واحد او اثنين، في اشخاص ما شاء الله بينتهي الشهر كله عاملين معهم اكثر من 10 15 عضو مستقطب جديد صح، بغض النظر انه هدول اساسا بذلوا جهد او ما بذلوا جهد، اشتغلوا او ما اشتغلوا، هذا امر طبيعي عارفين، لكن اهم شيء ضخ دماء جديده باستمرار دون توقف، فهذا رح بيساعدنا انه نعمل انجازات كبيره. اتفقنا؟ بما يخص الفيسبوك والانستغرام انا بفضل دائما اربطوهم ببعض، يعني الفيديو اللي بيتم نشره تيك توك رجع حمله بدون علامه مائيه اوكي، ارجع انشره فيسبوك بينتشر عندك فيسبوك وانستغرام بنفس اللحظه، ارجع انتقل لمرحله الشورتس يوتيوب كمان بنفس الطريقه بيعطيك مشاهدات خارجيه وهكذا، يعني كل ما نحن حاولنا ننشر بشكل مستمر، وافكار الاستقطاب كثيره بصراحه، في اشخاص تيجي بتقول لي في معنا سيده من المغرب ما بعرف اذا موجوده معنا، صار لها معنا اكثر من سنه وسنه ونص، يعني كل ما بقول لها شو مشكلتك تقول لي استقطاب، طيب ليش ما بتحضري معنا، شو بك، وين عايشه انت، وين عايشه اليوم، اساسا حضورك للقاءات هذا كله من خلال اللقاء احتمال تطلع بفكره، طيب ليش غايبه عن المحاضرات، ليش ضعيفه بالاستقطاب، احضري بشكل مكثف، حاولي تحسني معلوماتك، ما تعتمدي على تسويق المنتج، انتقلي كتسويق الفكره، لانه احنا اساسا مشروعنا بيعتمد على دعايه شفهيه ببساطه، قم بالدعايه الشفهيه، ما تميل اكثر للمنتج اوكي، بشهر رمضان انت حاليا ميل للمنتج اكثر ما في مشكله، لكن ارجع جلس وضعك وميل لجانب فكره المشروع كبزنس، حاول تنتقي الناس،
وصل فكرتك لأكبر عدد ممكن، ليطلع من خلال الفلتر يطلع منهم أشخاص نشيطين ببساطة. باقي معنا 10 دقائق. الكوتش إسماعيل تفضل يا غالي كمل. علم 10 دقائق بس، اليوم الأستاذ نازل أخذ نص ساعة، خلينا ناخذ نحن كمان 10 دقائق. يلا بصير أنت تفضل، إذا ما في ما ظل عندك يعني، إذا في شيء حاب تحكيه بنمدد. هلا اذا ما في بعد السيده ام عمران، اذا ما في الاستاذ ما بغير موجود، خلينا نتاخر نحن هون شوي بعد السيده ام عمران تبلش. هلا انت حاليا ابدا ونشوف شو مرتب الوضع، ما في مشكله. طيب ان شاء الله خلينا نشوف مين اللي دخل معنا ب 2024، يكتب رقم 24 اللي دخل معنا ب 2024. ما شاء الله، كفو كفو عليكم، كفو كفو كفو، ممتاز ممتاز جدا ما شاء الله، الأعداد بتزايد. اللي دخلوا ب 2024 كل واحد فيكم هلا يكتب لي هدفه لشوف ليش داخل انت بالشركة، اختصر لي اياها بكلمتين، ليش داخل؟ حلو ما شاء الله، النجاح للمستحقين وليس للمحتاجين، كلكم محتاجين هاي الأهداف، كلكم بدكم إياها. السؤال الثالث، هل أنت مستعد تدفع ثمن وصولك لهذا الهدف؟ قبل ما تكتب نعم اكتبها من الصميم، ما تكتبها هلق نعم وبعد شهر ما تكون موجود، دير بالك. ما شاء الله. طيب سنة 2024 هاي السنة، باقي كم شهر تقريبا؟ 9 أشهر. هاي 9 أشهر إذا أنت اشتغلت بتركيز وباحتراف بإذن الله ما بتطلع منها إلا رتبة نجم ياقوتي أو نجم ماسي، أما أسوأ الأحوال شو رح تطلع منها؟ رتبة توكين نجم. أسوأ الأحوال رتبة توكين نجم إذا أنت اشتغلت مو أنت نايم. السؤال الرابع، إذا أنت بسنة 2024 وصلت ل 3% للهدف اللي أنت حاطه، شو هو الهدف؟ أنت مشيت بس 3 خطوات، مستعد تكمل؟ هاتوا لنشوف الجواب الرابع. نعم نعم ما شاء الله ممتاز حلو، معناته في صبر، في صبر لهذا الشيء. طيب في نصائح ذهبية قدمتها أنا، نعطيكم إياها بإذن الله. واحد، تحدي الظروف والمشاكل، التحديات كلنا بنمر بظروف ومشاكل بالحياة، الكل، ما في إنسان ما بيمر بظروف ومشاكل. أكبر غلط بتقع فيه تربط ظروفك ومشاكلك بالحياة بعملك بدي إكسن. أنت هون عم تقتل حالك على فكرة، عم تقتل مستقبلك، عم تمسك مستقبلك هيك تشيله وتحطه بالزبالة. هاي بصراحة، اللي بده يزعل يزعل، مستقبلك أهم. انت طالما ظروفك ومشاكلك، رغم ظروفك ومشاكلك شو عم تعمل؟ عم تكمل، عم تكمل بتحديات الحياة. لما عم تكمل، عم تكمل وين عم تروح؟ العمال وين عم تروح؟ رغم ظروفك ومشاكلك عم تروح على الشغل. معناته ظروفك ومشاكلك ما بتمنعك لحتى انت تشتغل على مستقبلك، بالعكس كل ما كان عندك ظروف ومشاكل اكبر فانت عندك دوافع اكبر لحتى بصراحة تشتغل على حالك. أنا لما قلت كلمة كل الأعذار كاذبة من يريد يستطيع، قلتها لأنه بعرف رغم ظروفك أنت في ناس ظروفها أصعب، ما في أصعب من ظروف يعني هلا ما بدي أحكي بصراحة، نحكي ظروف الأشخاص اللي مريت فيها أنا، ولا أنا بحكي عن نفسي، تمام بحكي عن نفسي هلا، بس في أنا بفريقي ظروف أصعب من ظروفي مروا فيها،
وما هيك ما استسلموا. ليش؟ لأنه المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، والحياة معركة. رب العالمين ما خلقك لحتى تستسلم. رب العالمين خذ هذا المشروع لأنه هو وكلك أنت، أنت وكلك لحتى أنت تنشر هذا الخير لكل الناس، وكلك لحتى تنشر هذا الخير، مهمة من رب العالمين لألك. لا تستسلم، اصبر إن شاء الله. طيب، اثنين، عدم التوقف عن الاستقطاب. يعني ما تخلي يمر يوم، ركزوا معي، إذا أنت كشخص جديد داخل ب 2024 تكتب مهماتك اليومية على الدفتر وبتعطي عهد على نفسك ما تنام لحتى تخلصهم. حط مهمة يومية إنه أنت ما تنام لحتى تستقطب 5 أشخاص، ما تنام لحتى تتابع ولو محاضرة 10 دقائق. إيه، هاي المهمة الثانية. حط مهمة ثالثة، ما تنام إلا وأنت تنشر عن مشروعك بحالة الواتساب، وتنشر وين؟ بالفيسبوك، الانستغرام، التيك توك، فيديو على الأقل. حط حالة ما تنام، يعني حط مهمة كمان ما تنام إلا وأنت عم تتابع الأشخاص اللي انضموا معك. حط مهمة ما تنام إلا وأنت تدرب نفسك وتدرب الأشخاص اللي انضموا معك. هدول المهمات والله اللي بيحطهم على الدفتر وبيعطي عهد لنفسه، شو ما كان اليوم اللي عم يمر فيه، أسوأ الأحوال، أسوأ الظروف، ما ينام لحتى يخلصهم، والله رح يجي يوم وينجح بمدة سنة بس. أما تحط المهمات على الدفتر وترجع من الشغل تقول اليوم تعبان، اجيت سطح جنب هالصوبة هيك، ارتخت الأعصاب وحط راسه ونام، خلاص بكرة بكملهم، أيوه راحت بكرة، راح بعد بكرة، وهكذا. أنت هون الكسل، الكسل شو هاد، شو دواء؟ طيب، على هاي النقطة خليني هلا أدخل بمحور كمان ثاني مع النصائح، اللي هو محاربة الكسل. كيف أنا اليوم بدي حارب الكسل؟ ركزوا بهاي الأشياء يا جماعة، الكل يركز فيها، الكل، جديد وقديم. أستاذ أحمد أنت كمان ركز فيها، بعرفك أنت كمان أول واحد. أستاذ أحمد خميس تعال. شوفوا، نحن كبشر بنعاني من شو؟ أحياناً شوفوا العمال بتعاني وهي بالشغل، الفكرة كله وعقلها بدي إكسن، وبالشغل بيصير في عنده ضغوطات، بيجي المعلم السبع وكلكني يقول بس أرجع البيت بدي أحرق وكسر وأنجح وأشتغل على حالي، بيرجع البيت متعب، بيتسطح أعصابه بترتخي، ما بيحس حاله، اللي دخل على التيك توك وسحبته التيك توك وحط راسه ونام، وهيك يوم ورا يوم. هذا الشيء منمر فيه، واحد. اثنين، منمر بحالة بتلاقي احيانا نفسيتك تعبانه، ما بتحسالك، اذا دخلت بالتيك توك وطشيت فيه راحت ساعه ساعتين، او بمنصه تواصل اجتماعي ثاني كمان، احيانا انت قاعد ما بتحس حالك الا اجاك اشعار من البرامج، دخلت وصرت تتصفح على اساس دقيقه، ما بتحس حالك الا رحت ساعه. اليوم جاني سؤال من احد الاعضاء انه انت ليش خافي مشاهده الحاله، انه انت ليش ما بتشوف حالاتنا؟ قلت له والله ما عندي وقت اشوف الحالات، حالات الواتساب ما عندي وقت. ليش ما بتعلقنا على التيك توك؟ ما عندي وقت، ما بفتح التيك توك. طيب، كيف انت اليوم بدك تحارب هذا الشيء؟ ركزوا بالاشياء المهمه. واحد، انه انت بدك تسوي مكان صغير لتقعد فيه لشغلك، لعملك، ان كان طاوله صغيره، كرسي، ديوان، المهم اهم شيء ما تسطح، تمام؟ ما تسطح حتى لو كنت تعبان متكسر، ما تسطح ابدا. وتحاول جو الغرفه ما تخلي يكون فيه جو حراره، خاصة هذا دوار الغاز، تعرفوا أنتوا دوار الغاز، هذا دوار الغاز اللي بيجي هذا بيرخي الأعصاب، ما بتحس جسمك إلا ارتخى، هوب سحبت نومي. هاي اثنين. فأنت اليوم سوي مكان لحتى تستقطب فيه، لحتى تشتغل فيه، ما تكون متسطح وأنت قاعد. لك شو ما كان، شو ما كان، هيك يحط طاولة قدامك، حط طرابيزة، حط برميل، أخي حط برميل عليه الطاولة، المهم قاعد بمكان وأنت قاعد تستقطب عليه، ما تسطح. بس سطحت راحت، يعني اول وحده ما تجبر حالك ما تسطح. اثنين، ما يكون في حراره بالغرفه. ثلاثه، لما انت بشوف جسمك، ركزوا معي، لما بشوف جسمك وبدنك تعبان كثير ونفسيتك تعبانه وما لك نفس لشيء وجسمك مرهق، اعمل دوش. اي اعمل دوش، روح اعمل دوش مي بارده، مي سخنه اللي بدك اياه، الافضل يكون مي بارده. طيب، اربعه، انه انت اسوء الاحوال شو هي؟ تلاقي نفسك عم يضيق بالغرفة، صح لما صح مرينا فيها ببساطة، معلم سيكب تليفون هذا وطلعت مشى،
وانت بالشارع تصير ستارت اب بتجيب نتائج كثير قويه على فكره. جربوها وادعوا لي. ثاني بس اجاني اشعار في شخص طالب. طيب كمان النقطه اللي بعدها هي البرامج. البرامج هون شو هي اكثر البرامج اللي انت بتضيع وقتك عليها؟ هون عم بضيع الوقت. دقات الراحه هون عم بتضيع. وين اكثر شيء انا اقول لك؟ وين؟ على التيك توك. اذا عندك العاب انت يا سيده عندك جروبات للعيله فيها طقحنك وما طقحنك وشلي عفلانه وعلانه، كل وحده بتعبي بتفوت على الجروب تاخذي معها شوال بتعبي فيه شوال سيئات وبتطلع منه. الشباب نفس الشيء. هاي الاشياء بتخلوا عنا خلوا عنا. ركزوا معي، برنامج التيك توك، البرامج، نحن اليوم نستخدم برنامج التيك توك لحتى انت تبعد عنه. انا بنصحك انت كشخص عندك ادمان على هذا البرنامج في الصفحه حذفه. حذفه فتره ورجعه، او اعمل مثلي. البرامج حطهم بمكان بعيد. يعني شلون مكان بعيد؟ يعني مثلا انت بدك تيك توك لما بدك تيجي تفتح الصفحه هون، شوف بس فتحت الجوال، هيك خليه يطلع قدامك كل شيء بخص دي اكس ان. اي كل شيء بخص دي اكس ان. واتساب باك، لما تدخل على الواتساب جروبات، الجروبات بالرسائل المثبته تمام. الفيسبوك ما هو محطوط، انا حاطط بس محاسبه دي اكس ان، الترجمه، جوجل ميت، المعرض، اليوتيوب، الجروم، هاي الاشياء، برنامج كانفا، برنامج التصميمات، التيك توك، وهي الاشياء مبعدهم عن ال يعني شلون بدي اقول لكم، مبعدهم عن الشاشه. مثلا بدي اروح على برنامج تيك توك لازم افتح الشاشه هيك لفوق وروح ادخل باكثر من حافظ لحتى الاقي برنامج هدول. طبعا زائد اخفاء الاشعارات، لما انت بتخفي اشعارات البرامج يا ويلي شو بترتاح، ترتاح رياحه مو طبيعيه. انا بضرب عندي فيديوهات بدون ما اعرف، بصير في عليها مشاهدات وتعليقات كثير بدون ما اعرف، بيجي رسائل كثير عندي على الانستغرام. شوفوا الانستغرام عندي فيديو نشرته وانا خافي الاشعارات، بدخل عليه بالصدفه بلاقي الفيديو واصل اكثر من 20,000، اكثر من 200 طلب مراسله على الانستغرام تمام. فانا استغربت يعني فيديو نشرته هذا الحكي يمكن من اسبوعين، بدخل هيك بلاقي الفيديو واصل 26,000 حاليا، وجاي مراسلات كثير على الانستغرام. طبعا انا مراسلت الانستغرام، انا بجهز رساله وببعثها للكل بهذا الشكل. فانت لما بتخفي الاشعارات، لما بتخفي، انا عم احكي للكل، شوفوا ترى اسماعيل مثلكم يعني، هو كمان كان ببدايته هيك، كان على اساس عم يشتغل بدي اكس ان وعم يلعب بوبجي، منزل بوبجي وعم بيلعب بالسر بس ما يقول لحدا. حذفتها. امتى ما بتحذف البوبجي وبتحذف الاشياء اللي بتضيع وقتك، هون انت بصير اسمك ديكسني حقيقي. هاي التزموا فيها ان شاء الله لحتى تبتعد عن دقات الراحه. زائد هو الاهم، ركزوا شو هي، ابتعد عن السلبيين، ابتعد عن دائره السلبيين. هدول ما بيستحقوا تتخلى عن اهدافك واحلامك مشانهم. شو ما صار رح يجي واحد يقول لك نصب وكذب وحرام وما خرجك وانت بدك تتعامل معانا وما بيصير. هذا الشيء كلياته يعني لا تتخلى عن مستقبلك مشانه، لانه هدول كلياتهم ما بيستحقوا والله. اذا انت صار لك شيء ما راح يشيلوه، لك اذا شالوك يشيلوك شهر. اذا انت صار لك شيء ما راح يشيلوا اولادك ولا راح يشيلوا عيلتك يصرفوا عليها، لوالدتك ما راح يشيلوا حدا. مين هن لحتى تتخلى عن مستقبلك مشانه؟ وهدول انت يعني عم يحكوا هذا الكلام بغض النظر مين هن، هل عندهم طموحات مثلك؟ في حدا تساله بتقول له عندك طموح تتخلص من الشغل عند ناس؟ بقول لك ايه. بتقول له مستعد لتشتغل على حالك؟ بقول لك لا. فهي واحد. اثنين، هن عندهم طريقه تفكير مثلك؟ لا. هن اكبر طموحاتهم واهدافهم شو هي؟ يجي راس السنه مشان معلمهم يزيد لهم راتبهم. ففي فرق كتير كبير، بعدوا عنهم وخليك بالبيئة الإيجابية. نصيحة. طيب ثلاثة، وهي نصيحة من القلب بنصحكم إياها، هي التزم باستهلاكك الشهري، استهلاكك وليس مبيعاتك. تجي تعمل لي حالك أبو نجيب
وبدك تروح تنشر لي ب 16,000 صفحه على الفيسبوك وتطق بالتعليقات على عندي منتج كذا ومنتج كذا للبيع وما بعرف شو، هذا بعد لي عنه. استهلاكاتك اللي عم يشرب السبيرولي مو احسن منك، تعمل هيك بالطقه انت تشربها. يعني انت ال 100 نقطه الشهريه تبعيتك استهلاك وليس بيع. البيع خليه بعد ال 100 نقطه، ايه بعد ال 100. انت 100 نقطه شهريه استهلكها لنفسك وبعدهم بيع. لا تشتغل بالبيع بغباء، اشتغل بذكاء. مين اللي بيشتغل بغباء؟ انا اقول لكم مين، اللي خالط عباس بدباس، اللي عنده صفحة فيسبوك بنشر عليها المنتجات وبنشر عليها استقطاب، اللي عنده صفحة تيك توك بنشر عليها استقطاب وبنشر عليها منتجات، اللي بيجي بسحب لك صور من الفيس ومن ما بعرف من وين، بروح بتقول لك على التعليقات، بيدخل على جروبات دي اكس وعلى جروبات ما بعرف وين وبلش يحط التعليقات. هذا بصراحة عمل بعشوائية، هذا اهدار الوقت، ما راح تجيبوا نتيجة. يمكن بالشهر كله ما تشتغل هيك لحتى تقدر تبيع 100 نقطة. فرود ايدك شوي، فردها، طالع من تحت البلاطة، طالع اسحاب صورة، تعاب عليها بالتصميم شوي، روح تلوقها اعلان ممول وخلص القصة. تضرب اعلان ممول بيجيك زباين، بقى انت هون انت وشطارتك. بدك تروح تنشر عن المنتجات وما بدك تعمل اعلان ممول عن المنتجات وما بتعرف شو اسمائهم وشو فوائدهم، ليش عم تعمل؟ او شيء تعلم فوائدهم، روح تابع كم محاضرة على اليوتيوب كيف اقنع الزبون بالشراء، شو اجاوب الزبون لما يجاوبني سعر منتجك غالي، كيف بدي اوصل له فكره المنتج صح، كيف بدي اوصل له فكره قيمه المنتجات صح، كيف بدي خليه يعني يتشوق بالعروض اللي بدي اعطيها. لما يجيني شخص والله سعره حاليا مثلا التجاره هيك، لا حد يزعم كلام، يجيني مثلا انا جاني اليوم شخص من حاله الواتساب قال لي انا بدي منتجات لشخص عنده نقص نمو، تفضل فيه. قلت له حاليا شوفوا، قلت له حاليا ما ذكرت له عن المشروع ابدا، لا قلت له حاليا سعرهم 1500 وانا عامل عرض تمام بألف مع صابونه، بس ألف تاخذهم بألف وصابونه هديه. لما بتقول له هيك بتشوق بيتحفز لحتى يشتري. اعطيته انت السعر ونزلت السعر مع العرض وكذا، يعني بدك تعرف كيف بدك تشتغل بهي النقطه. فانت ال 100 نقطه تبعيتك التزم فيها، لا تقول ما عندي. شوفوا يا جماعه، كل شيء بتركيا، كل شيء بتركيا اليوم هو موجود بتركيا، انت عندك. ما في حدا عم ياخذ راتب اقل من 17 و20,000 بالشهر. ال 100 نقطه 2000 2500 3000، منتجاتك الاستهلاكيه هذول، اوكي؟ لا تقول ما عندي. انا بعرف اشخاص، ركزوا معي، بعرف اشخاص بيعيف ال 100 نقطه لنهايه الشهر وبنص الشهر بيروح بيضوع مصرياته على اشياء تافهه. بفريقي وبخارج فريقي بعرفهم، ها؟ وبيجي اخر الشهر بقول لك ما عندي، وهو بنص الشهر بيروح بيشتري لك طقم عشان يحضر عرس رفيقه بيشتري ب 3000، ايه بده يحضر عرس رفيقه بيروح يشتري طقم ب 3000، بيشتري كندره النساء بيشتري ما يعني ليش؟ ليش بتحطوا ال 100 نقطه لنهايه الشهر؟ ليش ما بتلزم نفسك مثل اسماعيل؟ يعني هلا بعض منكم، هلا هي اول مره بدي احكي هون بالاجتماع هذا، انا بحكيها لفريقي دائما، انا بحكيها لفريقي، هاي اول مره بدي احكيها لهون للعاميه كلياتها، لكل الفريق اللي موجودين هون. ليكوا يا جماعه، اقسم بالله انا ببدايه 2022 انا كنت متزوج جديد، جايب زوجتي من سوريا وراتبي كان على التركي، كنت تركت الشغلي وجيت على راتب ثاني كان 3500 ليره، وكان راتب العسكر اجرات 4500 كلها بتذكروا هذا الشيء. كان اجار البيت شيء 1300 1400 اجار بيتي. ال 100 نقطه ما اتخلى عنها. زائد ركزوا معي بهي النقطه، والله بيتي ما كان مفروش، ما كان مفروش، البيت ما كان مفروش، يعني وما بخجل من هذا الشيء على فكره، ما كان مفروش، ما في كان فيه عفش ابدا، بيت فاتحه جديد، ما في عندي مصاري، بروح على السوق لاشتري، ما بجيب كل شيء انا بحاجته تمام، اما لانه كنت مآمن ما اجيب كل شيء، كل شيء انا بحاجته، جيب بس الاشياء الضروريه الضروريه واستهلك ال 100 نقطه. وال 100 نقطه كان سعرها تقريبا وقتها يمكن 700 800 هيك شيء، بس بعمري ما قلت انه ما فيني فعل 100 نقطه. فانت مين لحتى تقول انه ما عندك؟ انت عندك، بس الفرق بيني وبينك انه انا كنت مآمن برب العالمين ومآمن بنفسي انه رح يجي يوم بشهر واحد بعوض كل شيء، بيجي يوم شهر واحد بعوض كل شيء،
فأنت ليش ما بتضحي؟ التزم فيها يا أخي. إذا أنت ما التزمت كيف فريقك حيلتزم فيها؟ يمكن مرة ورا مرة ورا مرة شوي شوي رب العالمين بيفتح عليه. بتصل لك 20 سنة عم تستهلك من دكان معجون أسنان أبو الليرة وربع ومصنصن جربان بصراحة يعني بنحكي الواقعية. دي مرة خلاص التزم لك كم شهر أنت معجون أسنان طبيعي شوف صحتك عليهم. طيب اللي بعدها إن شاء الله 4 نصيحة لا تيأس. اليأس مو حلو، دائما خلي يكون في عندك أمل، أمل ببكرة أحلى، أمل إنه أنت مع مشروع DXN بسنة 2025 راح يكون وضعك أحسن من هلا بكتير. هذا الوقت حاليا كله راح يمشي، هذا الوقت راح يمضي، راح يجي أيام حلوة مثل ما هلا إسماعيل عم يحكي معاك هون، راح يجي أيام حلوة يا إسماعيل ويشتري سيارة ويصور لكم إياها، راح يجي أيام حلوة إسماعيل يطلع رحلة مجانية، يجي أيام حلوة ويطلع أفخم الأماكن اللي هو بده إياها. ليش نحن عم نشتغل لمستقبل؟ رح يجي أيام ونروح على الحج. إيه رح تجي هاي الأيام، رح تجي في إيمان، رح تجي. أنت خليك من هذا النوع، لا تيأس، حاول. ما في نجاح من أول مرة، بدك تحاول مرة وتوقع، ترجع تقوم، ترجع تحاول وتحاول وتحاول وتحاول، وخليك مثل الأسد، الضربة اللي ما بتقبرك بتقويك. إذا ما متت لازم تقوى. لا تعمل لحالك مثل فريالو، بتعرفوا ولا فريال مو؟ دخلنا فريال بالقصة. لا تصير مثل هدول أبدا، لا تصيروا مثلهم يا جماعة. خليك قوي، خليك بطل، اصنع قصة نجاحك بنفسك. حتى إذا ما صنعتها بسنة اصنعها بسنتين، إذا مو بسنتين بثلاثة، بس لا تيأس. مو يعني والله إذا إسماعيل جابها بالماسية بـ 11 شهر لازم تجيبها أنت بسنة ولا بـ 11 شهر، وين المشكلة إذا جبتها بسنتين؟ المهم تطلع قوي. طيب النصيحة اللي بعدها، تعلم ثم تعلم ثم تكلم. كلياتكم أنتم داخلين تحتاجوا كتير أشياء بصراحة لتتعلموها. فريقا عملت قناة تليجرام فيها محاضرات مهمة، تابعوها ورح نعمل عليها مسابقة ومستنى. وأنا بتمنى الأستاذ أحمد كمان هو يعمل نفس الشيء، يعطينا لأمنا يحط فيها محاضرات مهمة، قناة تليجرام اللي هي بيحتاجها أي عضو جديد، محاضرات تدريبية وليست تشويقية. ما بدنا نشرح للشخص والله هذا لا، بدنا شيء للفعال للبزنس. ونحط عليها مسابقات، أنا رح أعمل عليها مسابقات، ما رح أعمل مسابقة للمئة نقطة، لا رح أعمل مسابقة لحتى تتعلم. منيح يا فريقي، مبسوطين؟ يبا اللي ما بيلخص على الدفتر وما بيفهم شو رح يصير. طيب اللي بعدها، لا خلص رح أنهيها لأنه الوقت ما تم في وقت، رح أنهيها إن شاء الله. خد آخر واحدة بنصحكم فيها، هي خد مشروع DXN لتنجح أو تنجح، لا تاخده لحتى أنت تجربه أبدا. خد هذا المشروع لتنجح أو تنجح، ما في خيار ثالث والله. كمان الأستاذ أبو الوليد كل ما بشوفه بذكره، والله بتذكر يوم اللي شفته أنا أول مرة وين؟ بمركز DXN تقسيم، صورت معه فيديو سبحان الله ضرب ترين. ثاني مرة شفته بمؤتمر اللي عمله الأستاذ محمود المصري، شفته هنيك حكيت له جملة، قلت له يا أستاذ أبو الوليد أنت السابق وأنا اللاحق، أنا داخل مو لحتى ألعب، داخل لحتى أنجح أو أنجح. وبنفس اليوم حكيت مع الأستاذ أحمد خميس هذا اللي موجود الله يجزيه الخير، حكيت معه مكالمة، قلت له هلأ بلش الشغل الصح، صار لي صح 6 شهور ما كنت أشتغل، قلت له هلأ أنا بدي أشتغل لحالي وتوكلنا على الله وانطلقنا والحمد لله صار في إنجازات كبيرة، اللهم لك الحمد. فأنت حطه في بالك هون، لا تدخل والله داخل لجرب، داخل لحتى اضرب، انت داخل على بيت جوزة كانت تضرب هيك العجينة على الحيط، لسقط لسقط ما لسقط ما بيصير. طالما في ناس ناجحين وما عندهم لا ايد زيادة ولا عين زيادة ولا رجل زيادة، عقل عندك عقل، عين عندك عين، رجل عندك رجل، شو ناقصك؟ انف عين اذن، شو ناقصك؟ ما اخترع الدرة اسماعيل والاستاذ احمد، ما اخترع الدرة، الشيء اللي عملوه ببساطة قرر انه ينجح، تمام، قرر انه ينجح، تعلم، صار يمارس العمل يوميا، يمارس العمل يوميا ويكرره يوميا، ومع هاي الممارسه والتكرار
مشت مرحلة التطوير، يصلح من أخطائه، يفتكر أفكار جديدة، يطور في نفسه، يطور فريقه، وهيك. ما تروح تشوف أنا أول مرة بطلع على الاجتماع هون على الأستاذ أحمد، يعني لازم يطالع لنا يا طالب إسماعيل. أول ما طلع كأن ما نسق قلبه هيك بإيده ما يقف يحكي، وين المشكلة؟ بس لو ما يطالع كأنه وصلت لهي المرحلة. الله يبارك فيكم، تفضلي سيدة معمران. سيدة معمران الله يبارك فيكم يا رب، وشكرا لكم. سيدة معمران موجودة؟ ما يكون زالت انه اخذنا لها 15 دقيقة. انا قلت مثل ما الاستاذ نادر اخذ لنا نص ساعة، ناخذ له 15 دقيقة. المايك مسكر. استاذ احمد، سيدة معمران بس لو سمحتي في ارفعي اليد مشان اقدر افتح لك المايك، لانه حاطتني كيف نحط شو اسمه والله ما بعرف انا شلون. استاذ احمد الو، انا راح اعطيها يا اشراف، ثواني شوي. تفضل. لازم تنخفض اليد بعدين نقدر نعطيها اشراف. ترفع اليد، ترفع اليد، بس ترفع اليد. انا نزلت اليد بصراحه، لانه جيت لا حتى اعرف هذول اللي رافعين اليد ما فينا نحط لهم شو اسمه، ما فينا نحط لهم اشراف. بس عند الاستاذ احمد هي الميزه. استاذ احمد خميس. نعم الاستاذ احمد خميس. نعم نعم. اشو عم تحكوا علي؟ اشو فيه؟ اشو افتح المايك لامام عمران. اشو فيه؟ طيب الاشراف عند اسماعيل. طيب ثواني ثواني معي معي الاشراف، بس ما بلاقي اسمه انا بالانجليزي. طيب ثواني بس المروه ومريم وما بعرف شو. انا طيب خلاص تمام، انا رفعت. تمام اوكي مش الحال. معي ما شاء الله كوتش اسماعيل. نعم نعم مش كانت النكات. طيب تفضلي استاذ عمران المايك معك. ما هيك عندك؟ سامحة والله ما شاء الله كان حديث. الله يبارك. نعم نعم الله يعطيكم العافيه، ما شاء الله كان حديث جدا شيق، وان شاء الله كلياتنا استفدنا. الله يجزيكم الخير جميعا يا رب العالمين. هلا بما انه تاخر الوقت انا ما حقدم فقرتي، حناخذ دغري مشاركات، لانه انا عندي علم انه على 11 ونص تقريبا بده يفوت يعني قائد بدل ابو عمران ويحكي قصه نجاحه. تمام، فكمان عشان ما نحن نتاخر على اللي بعدي. تمام، فشو رايكم يا سيدات الاخوه والاخوات؟ مين حابب يشاركنا؟ عندكم مشاركات صحيه؟ شو عم تستهلكوا برمضان؟ اسئله، تجارب تفيدوا الغير؟ كمان دغري اعطونا مشاركات. الله يجزيكم الخير يا رب. عن شو اليوم تحكوا؟ مين حابب اليوم يشاركنا بتجارب جديدة من المنتجات الصحية؟ صراحة اليوم أنا عندي تجربة سويت هيك أكلة طيب رح نفتح المايكات لأنه ما فينا حدا يفتح المايك. رح فتحت المايكات. لا لازم تفتحوا المايكات. فتحت المايكات، انفتحت للجميع. تمام الله يجزيك الخير. السلام عليكم. فاليوم عندي أنا تجربة سويت. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أنا أخت عائشة. يلا لسه بس لأحكي مشاركتي وناخذ بعدين مشاركة بتاعتكم. اليوم سويت أكلة حلو بالبيت، هذا البودينج ما بعرف إذا بتعرفوا. فاخترعت من عقلي الشوكولاتة، ضفت له زيهي موكا، طلع طعمته كتير طيبة، والفانيليا أيضا ضفت له القهوة البيضاء كمان طلع طعمته كتير مميزة، فزادت طعمتهم هيك مع يعني مع القهوة السوداء مع هيك الخليط طلع كمان طعم كتير طيبة ومميزة. كان إذا بتضيفوا عليهم هيك ظروفة القهوة اللي بتبقى عندكم، إما مثلاً اللي بتكون النباتية اللي بالكريمة، أو مثلاً اللي بالزيه موكا فيها طعمة كاكاو، أو مثلاً ظروفة الكوكوزي بتعملوا منها أكلات طيبة وتضيفوها للبسكويت مثلاً تقدموها للأطفال، كمان بتعطي كتير يعني قيمة صحية وفائدة وطعمة طيبة. تفضلي أخت. السلام عليكم، كيفكم؟ يعطيكم العافية الجميع. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. تفضل عبول. بدي أسألك سؤال، عندي أخوي بسوريا نزلته استقطبته يعني من شيء تقريبا شيء كم يوم، بس عم بسألني إنه هو بسوريا وعم يطلبوا منه مشان الأكزيما والصدفيات، فهو عمل خلطة، بس عم يسألني الخلطة بتأثري أني هو ما عنده براد بسوريا، بتعرفوا مشاكل وكذا ما في يعني كهرباء، فعم بقول لي يعني إنه الخلطة إذا أنا سويتها بتتشرك يعني ولا ما بيصير أعملها يعني؟
بموجب انه ما في كهرباء هنيك بيصير له شيء يعني؟ لا هلا شوفي اختي الكريمه، عاده يعني منتجات دي اكس ان تمام، مثل مثلا اللي بتضيفوا للعاده، مثلا بيضيفوا احيانا الخلطات مثلا معجون الاسنان، زيت الجانو، كريم جره الشاي، هدول كلياتهم عاده ما بيحتاجوا برات تمام. ونفس الشيء اذا الشخص خلطهم كمان ما بيحتاجوا برات تمام. بس مثلا هو هي مثلا نصيحه عامه لكل شيء اصلا بده ينخلط، او مثلا كريمات انه تنحط مثلا بعلبه غامقه ما تتعرض دائما للضوء، بس يعني هيك، ما في أيوة. اكثر من هيك تمام. وبنصحك نصيحه يعني الامراض الجلديه بشكل عام، الاكزيما، البهاق، الصدفيه، انا عندي تجربه يعني بنتي كانت مريضه اكزيما، فيجب العلاج من الداخل ومن الخارج. يعني من الخارج مثل ما حضرتك انت تفضلتي خلطات او مثلا كريم الشاي، زيت الجانو تمام. ومن الداخل الغذاء الصحي المزاري مشان ترتفع المناعه ويصلح الخلل من جوا. صح، انا قلت له هذا الشيء، بس كبدايه هو وضعه وهو جاب هلا هالخلطات، قال لي بعدين بعد فتره يعني بامكاني انه اجيب الباقي يعني، عارفين شلون؟ بس الله عم يجربوا مثلا بنته مع تحسس، عارفين شلون؟ يعني بالصيف ما بيأثر حتى، يعني هلا بجوز الشتاء يعني ما في الحراره، يعني بالصيف حتى لو عمل خلطه ما بتأثر، بس يحطها بعلب غامقه يعني. ايوه بالضبط، باذن الله ما بيأثر، يعني انه مثلا ما تكون شفافه، عرفتي هيك بس. ايوه ماشي، يعطيك العافيه. انت كنت عم تسالي انه يجرب المنتج، انا جربت شو اسمه كان ميكوفيجي، ميكوفيجي جربته كثير كويس للتنحيف، يعني انا تقريبا نحفت 10 كيلو، انا نحفت 10 كيلو تقريبا يعني بدك تقولي عليه. أي. حلو رائع. وشلون استخدمتي؟ فيدي الأخوة أكثر. إيه استخدمته إنه أنا قبل الأكل بساعة أشربه، يعني دي يكون هو قبل الأكل بساعة، يعني بعد الأكل بيعمل سمن، فقبل الأكل يعني بيساوي تضعيف. أيوة وسبورولينا شربت كمان معه. إيه والعصير المورنزي، هدول أكثر شيء استعملتهم، والقهوة السوداء طبعا يعني أنا عم بستعمل. ايه كثير يعني استفدت عليه صراحه، انا استفدت على الورينا والقهوه، بس الميكروفيجي يعني عطى نتيجه اكثر، عرفتي هذوليك اعطوني نتيجه كويسه، بس عند استعملت الميكروفيجي يعني عطى بدك تقولي تقريبا دبل يعني صراحه، يعني كثير ممتاز الميكروفيجي. نعم حلو رائع، الله يجزيك الخير يا رب. الله يسلمك. وبنتي كمان استعملت مشان الاكزيما. نعم. كمان ما في عندنا نحن كريم شجره الشاي باوروبا بالسويد يعني، فنحن استعملنا له معجون الاسنان جانوزي معه، كمان لقيت يعني نتيجه رائعه خلال الجمعه، كان التحسس والاكزيما كلها رايحه من اجريها يعني. يعني يلي ما عنده مثلا كريم شجره الشاي، المعجون الاسنان كثير كويس مع الزيت الجانو الخلطه، وطبعا والحبوب يعني فطر الريش. نعم. ايه كثير كويس، يعطيكم الف عافيه. نعم. يا رب، ويمكن طولت عليكم بس حبيت شوي يعني اسالك. الله يعافيك. الله يعافيك. مساء الخير. انا حابه اسالك سؤال. انا بستعمل وجهي فوق عصاره فوسكا، حابة يلا استعمل الصابون عندكم، بيأثر شيء العصارة والصابون على بعضهم؟ هلا هي من فضلك اخ زهير. ايوه بتغلق الماك. شكرا لك اختي الكريمه. هو كريم فوسكا شو هو يعني؟ كريم شو انت ليش عم تستخدميه مثلا؟ بستعمله للوجه. انا ما بعرفه. بستعمل هاي العصاره للوجه، هي عباره عن عصاره بيقشر الوجه يعني، وبيسوي البشرة يعني إنه بيضة. أنا استفدت عليه الحمد لله، صار لي هلأ بستعملته 4-5 أشهر، بس أنا حابة كمان جرب الصابوني اللي عندكم، يعني في يعني إنه مشكلة إذا استعملت الاثنين سوا. هي بستعملها بس بالليل، هاي حصريا فوسكا. تمام فهمت عليك، يعني هو كريم مقشر. صحيح. شوفي هلا بصراحة يعني ما عندي جواب لك عليه 100% تمام، لكن هو اللي بيستخدم يعني كريم مقشر، وبعد ما يعني حضرتك عم تحكي صار لك أشهر طويلة، فبتكون البشرة كتير حساسة، عرفتي كيف؟ يعني طبقة جلدك هلا كلياتها حساسة رقيقة، هي طبقة جديدة فيها خلايا جديدة تمام. لكن الصابونة هي أصلا فيها مواد
طبيعية أورجانيك تمام بتناسب كل أنواع البشرة والبشرة الحساسة تمام، لكن أنا بقول لك ما عليك إلا إن أنت مثلا تجربي تمام، جربي طرف مثلا صغير من وشك ممكن تتناسب، وممكن مثلا لأنك أنت عم تستعملي دواء كيماوي مثل هذا مقشر لك بشرتك من الشهور فعلا ممكن يعني تتضايقي او تتحسسي تمام، فجربي على طرف صغير تمام وانتي تمام تمام انسي. يعني هلا انا صار لي والله كمان يعني كله تجربه، كمان كانت وحده تستعمله وعجبني يعني مسوي له وجهه حلو وهيك، قمت استعملته الحمد لله استفدت عليه، بس انا من كثر ما يعني سمعت على الصابوني حابه يصير كمان عندي خبره اكثر واستعمل هالصابوني، وان شاء الله بلكي ان شاء الله ما بتضرنا. نعم نحن يعني عادة بستهلك الصابونة من 5 سنين إلى الآن تمام بشكل دائم، هي عم تعمل أصلا تجديد خلايا بشكل طبيعي، تقشير خليني أقول لك كتير مريح بشكل ناعم، عم تقشر الخلايا بشكل يعني أول بأول أول بأول تمام، ومع المرطبات مع كريم جرت الشاي زيت الجانو تمام. يعني أنا كنصيحة مني أنا بعرف المقشرات الكيماوية ما لازم تستخدم فترة طويلة، يعني انت عم تقولي مقشر عم تستخدمي من 4 5 شهور، فديري بالك ما تستمري عليه، خليه عند الحاجة الضرورية تمام، عرفتي كيف؟ مشانك مشان انت بشرتك، لانه هي بالنهاية مواد كيماوية وانت عم تتعبي الجلد تبع وشك دائما عم تجددي، فهاد يعني ما بينفع. يعني انا هيك نصيحة بقدم لك اياها، خففي منه الى ان يعني توقفي كليا تستبدلي المنتجات الطبيعية. هو انا حابه استعمل الصابون العنكون يعني، واني اوقف هاي العصاره مثل ما قلت مشان استفيد على شغلي وحده. وفي عندي بدي اسالك كمان سؤال ثاني، في عنا واحد يعني من مثل ما بيقولوا من بيهمونا شلون معه، يعني براسه مثل الضمور بيكبر سنه بس هو عقله عقل ولد، يعني بيصغر عقله سنه، وانا امبارح لما اللي سمعت الصبايا يعني بيسولفني بالامور وهاي، في وحده بس نسيت ام ايش يعني كان عندها نفس الحاله، وانا حابه اني يعني اعرف من منها اشو شلون استعملت اشو سوت لحتى استفادت فيه. شوفي اختي الكريمه، هلا عاده يعني مثل هيك حالات نحن بنقول يعني الشخص يعني الذهبي كامل تمام، لانه هو يعني بحاجه الفطر الريشي كمقوي تجديد خلايا البارسوم، بحاجه للسبيرولينا غذاء، بحاجه للمورنزي مضاد التهاب وتقوية الجهاز الهضمي وبشكل عام بكل شيء جسم تمام، الكورديسيبس للعضلات للقوه للتحمل تمام، عرف الاسد للاعصاب وتطور المخ تمام، فهاتهم بيكملوا بعض خصوصي مع جسم مثلا هو متاخر بالنمو من كل النواحي تمام، وخصوصي العقل تمام. فانا بقول لك يعني شخص عليه ياخذ بالاسباب يستخدم الخمسي والنتيجة على رب العالمين، يعني في أشخاص فعلا بتتحسن 50%، في أشخاص 80% تمام، في أشخاص مثلا بعد شهرين ثلاثة بتتحسن، في أشخاص تحتاج لست شهور خاص سنة تمام، لكن هي بالنهاية مكملات غذائية عم تساعد الجسم جدا إنه يتأدى مع الحالة تدهور، عرفتي كيف أختي الكريمة؟ تمام الله يعطيك ألف عافية أختي، يجزيك الخير. السلام عليكم ورحمة الله. وإياكم يا رب، شكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. أختي في عندي أخوي مساوي عملية قسطرة، أخوي مساوي عملية قسطرة. نعم. ألو. وهو معه كوليسترول يعني. شو ممكن نوصف له من المنتجات؟ والله يعني نفس الجواب اخي الكريم، مثل ما قلت لك يعني الخماس الذهبي هو عم يفيد الجسم كلياته، خصوصي هلا مثلا حضرتك عم تقول الكوليسترول، ترى كل المكملات الغذائيه الطبيعيه اللي نحن بنعرفها اما الفطر الريشي او السبيرولينا او الكورديسيبس هن يعني اول شيء بيعملوا انهم بفوتوا على الجسم بيصلحوا الدورة الدموية، بيخفضوا السكر، بيخفضوا الكوليسترول تمام، بيفتحوا الشرايين، فهن عامة حيفيدوا بكل النواحي تمام. اهم شيء هي النصيحه يعني لكل حدا يستخدم المكملات، يعني دائما انا يبدا بالتدريج تمام، يعني كل يوم حبه لاسبوع اسبوعين، بعدين نزود حبتين، كل اسبوع نزود حبه تمام، لان الشخص يوصل 4 5 حبات من كل نوع ويستمر عليهم تمام، وهو بقى بيشوف النتائج على حاله.
السلام عليكم. لكن بالنسبة إذا بدك تسألني مثلا عن تجارب، في أشخاص عندهم كوليسترول واستفادوا وشفيوا منه من خلال استهلاكهم للمكملات الغذائية. وعليكم بس ممكن السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم. بس تعيدي لنا أختي، تعيدي لنا المنتجات أسمائهم بعد إذنك. تفضل. الله يعطيك العافية أختي معمرة. تكرم عينك. الفطر الريشي. الله يعافيك، أهلا وسهلا. بس لحظة من فضلك. الفطر الريشي، السبيرولينا، عصير المورنزي، فطر الكورديسيبس، فطر عرف الأسد. الله يجزيك الخير أختي، يعطيك ألف عافية. كمان بطلب من الأخوة من فضلكم وإياكم يا رب، أي حدا على الشات من فضلكم اكتبوا الخماسي الذهبي واكتبوا المكملات الغذائية من فضلكم عشان الكل يستفيد. تفضل أخ محمد. بس عندي سؤال مشان الشقيقة. مو في أحد الأشخاص سألوني مشان الشقيقة وما أعرف بالضبط إنه شو أعطيهم، يعني أنا منتج مثلا أو أنا شيء، يعني وأنا بسمع إنه عندكم تجربة بهالشيء. ايه نعم صحيح. هلا انا والله يعني احد الاشخاص كان عندي شقيقه، يعني خليني اقول لك من عمر كتير مبكر لانه هي وراثيه، تمام. والحمد لله رب العالمين، يعني بشكل عام يعني انا ما بالبدايه بدخولي للشركه ما استخدمت لها شيء خاص، تمام. لكن بشكل عام انا بقول لك من التغذيه الصحيحه والمكملات الغذائيه، وانا بقول لك الشخص يبدا بالمثلث الذهبي يعني باذن الله فورا حيلاقي انه جسمه تحسن، وجع راسه خف، تمام، الى ان ان شاء الله يتشافى كليا، تمام. المثلث الذهبي، فطر ريشي، مورنزي، السبيرولينا، تمام، ان شاء الله تعالى يعني بيتحسن وحيلاقي مثلا دغري انه مثلا ما عاد وجعه راسه، صارت مثلا يجي الوجع خفيف، الى ان ان شاء الله بيصير بجعه نادرا نادرا، يعني هي تجربه شخصيه الحمد لله رب العالمين. اقل شيء المثلث الذهبي، يعني اذا امكانياته ضعيفه. نعم أقل شيء مثلث ذهبي، يعني طبيعي يجرب. نعم يعني يجرب مثلا السبيرولينا، تمام، ممكن إذا تحسن خلص، تمام، معناته ممكن مشكلته هي مثلا غذاء مثلا ومثلا فقر دم، تمام. إذا ما تحسن، لا مثلا مشكلته أكتر التهابات مثلا يضيف المورنزي، لا مشكلته مثلا أكتر ما تحسن يضيف الفطر الريشي، هو معناته لازم الشقيقة بتعرف، يعني حتى هي وقت بيصير في خلينا نقول وجع الراس الشقيقة، هو شو إنه الدم ما عم يصل كتير للدماغ، الشرايين بتتضيق، تمام، فالفطر الريشي هو بيوسع الشرايين فكلياتهم بيكملوا بعض، تمام. إذا خلص هو مثلا ما عنده القدرة يجيب المثلث كامل، بقول لك يجرب واحد منهم مثلا الفطر الريشي، تمام، مثلا او السبيرولينا، هن كلياتهم منح، كلياتهم حيساعدوا على هذا الموضوع، تمام. يعني واحد من المنتجات وهو بقى اذا على ما حسب في امكانيه جسمه شو ناقصه للمثلث الذهبي. نعم الله يعطيك العافيه، تمام، ممكن يبدا بالفطر الريشي، يعني كل الله يعافيك يا رب، اهلا وسهلا. واختم عمران اذا الواحد كان حضرتك فتحت المايك. ايوه تفضلي. إذا كان الواحد أخت عمران كمان عنده بحصة كل سنة بيعمل لها عملية وبترجع له، والدكاترة بيطلبوا منه تشرب يعني سوائل، بتشرب سوائل بس ما بتستفيد شيء، كل سنة برمضان بترجع عليها نفس المطرح ونفس العملية، يعني أشو هاي بالأخير أش بدها تستعمل؟ ملت من العمليات وملت من الأدوية، ملت من المتي من الزورات، ملت من السوائل. نعم. يبقى تعرف يعني إيش الواحد بده يعمل حتى يخلص من هالبحصة اللي عنده. نعم. نعم شوفي والله ما شاء الله، يعني قبل هالمرة كتير إجانا تجارب من أخوة وأخوات استفادوا من خلال استهلاكهم للعصير المورنزي وفطر الكورتيسيبس، تمام، هيساعدهم على بيساعدهم على تفتيت البحصة. إجت بعض المشاركات من استخدامهم للفطر الريشي أو القهوة السوداء، يعني قبل وبعد لقوة رايحة، عرفتي كيف؟ عرفتي كيف؟ لكن أنا بقول لك يعني المورنزي بس والفطر الكورتيسيبس. تمام أختي، تمام، الله يعطيك ألف عافية أختي يا عمران. أختي عمران كمان الزهمنت، ربي يسلمك يا عافية، زيادة الزهمنت كمان. نعم نعم، هي الأخت نسرين أحد المرات شاركتنا، يعني إنه كان في بحصة سبحان الله من فقط سكاكر زهمنت استخدموا، يعني بعدها الشخص راح ما عاد لقى البحصة، تمام، هو أصلا الزهمنت فيه الفطر الريشي، تمام. الأستاذ ساريا معنا صار، هو على أساس هلا يفوت يقدم الفقرة بدل أبو عمران يقدم فقرة تدريبية.
ما بعرف أنا هيك كان يعني المخطط. سيدة عمران الأستاذ تاريخ. الأستاذ عمران عم تحكي عن موجود معنا؟ مو موجود يمكن أظن مو موجود. قصدكم على الأستاذ ساريا؟ هو أيوة. مو موجود معنا ما يشاف اسمه بعد. استنى ما لما ندق له نزعجه مو المشكلة. يلا إذا أنت أبو الإزعاج زعجه معلش مثل ما تزعجنا زعجه. نزعج 60 واحد مثله. أنت ملك المزعجين أساسا. ليك ومسكر اليوم نت يعني اللي بعدك هياخذ الاستاذ ساريا تبعت على مسكر حتى نت ابدا هذا منشور مهم انه انا في بدايه حتكون قصه نجاح قلت له مين قام لي الاستاذ ساريا مسكر نت عم بيقول التركي وين كني هرب معقول هلا هو يطلع عنده طياره يمكن هاليومين جاي على اسطنبول هو باسطنبول اساسا هو باسطنبول يمكن طيب معناتها ناخذ كمان مشاركه مشاركتين اما ليجي الاستاذ ساري او بعد انا اعطي الفاضي في المايك الاخت ابو شيماء او الاخت ابو شيماء تفضل اخي الكريم عندك مشاركه مين حابب كمان يشاركنا تفضل في اخت كتبت عم تقول لو سمحتوا عندي سؤال تفضلي اختي الكريمه افتحي مايك واسالي سؤالك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا تفضلي بدي اسالك التهابات في العضل الليفي نوع من انواع الروماتيزم ايش علاج نعم والله قبل مره ما شاء الله كثير يعني اجتنا مشاركات يعني مميزه بخصوص وضع الروماتيزم او خليني اقول لك كمان الدواء اللي هن تقريبا يعني بيشبهوا بعض يعني المثلث الذهبي مع عرف الاسد تمام حتى مع الكورديسيبس لانه هو كمان يعني عمل تغذيه للعضلات يعني عمل لها زياده اكسجه بالدم تمام بالعضلات الاكسجين يوصل الاكسجين لكل العضلات المفاصل تمام فبالعضله الخماسي الذهبي تمام اذا مثلا العضلة شو؟ الليفي نعم نعم أول مرة بسمع المثلث الذهبي يعني أنا ما عندي خبرة نعم أنا ما عندي خبرة كمان زيادة بما أنه يعني أنت هذا المسمى بالضبط اللي قلتي بس بما أنه حكيتي يعني روماتيزم أنا بقول لك عنها تجارب بالفريق ومن خارج الفريق وكثيرة بالروماتيزم الدواء اللي بتحسن من خلال الخماسي الذهبي اللي هلأ من شوي ذكرناه فطر ريفي السبيرولينا وفير المرنزي كورديسيبس عرف الأسد تمام وبهيك حالات كمان كتير مهم الدهن تمام كريم زيت الشاي وزيت الجان يعني وين في ألم برا بالجسم من خلال الدهن كمان كتير الشخص بيتحسن تمام بيروح الآلام تتحرك الدورة الدموية إذا كان في أورام وجع هاد كلياته بيختفي مع استمرارية الدهن تمام بس كريم زيت الشاي والخماسي الذهبي طيب يعطيك العافية نعم وكريم جرت الشاي وزيت الجان من برا الله يعافيك يا رب تفضلوا مين حابب كمان يشاركنا انا هلا عم شوف التعليقات ابني معه حساسيه انحرف بده عمليه في علاج بالمكملات حساسيه شو اختي الكريمه حساسيه انف جوب يعني قصدك حضرتك مين تفضلوا مين فاتح معك السلام عليكم كيفك اختي عمران عليكم السلام احب اشارك التليفون أو استنى شو أقدر من هون أستاذ إسماعيل ألو بأحكي عن مشاركتي بخصوص منتجات التنحيف أنا باخذ الفطر الريشي والأسبلورينا قبل الأكل بنص ساعة
وباخذ مكيال مايكوفيجي مع الاكل، صحن سلطه او لبن، وبعد الاكل القهوه السوداء. هذول استفدت عليهم كثير ونزلت تقريبا 10 كيلو في شهر. ما شاء الله، يعني هذول وللافاده اكثر، يعني جوز الهند على الريق. نعم. امشيتوا على نظام غذائي معين؟ لا لا، نفس اكلي هو هو، بس اني باخذ هاي المنتجات المايكوفيجي مع الاكل على صحن سلطه او صحن لبن، والقهوه السوداء بعد الاكل، والفطر الريشي والكلورينا قبل الاكل بنص ساعه او ساعه. طبعا بلعب رياضه نص ساعه او ساعه. ما شاء الله، ونتيجه حلوه طبعا بشهر 10. ما شاء الله، يعني حضرتك قلتي نتيجه كثير حلوه، يعني 10 كيلو. الله يجزيك الخير يا رب على المشاركة، شكرا كثير. طبعا للإضافة معلقة جوز الهند على الريك كمان. نعم، حلو رائع، عشان يستفيد الجميع. في عندنا كمان تعليقين. طيب بتاخذي جوز الهند؟ يا رب ما أستطيع. مشاركة حلوة. بتاخذي جوز الهند على الريك أختي؟ جوز الهند يعني الشرب ولا أكل ولا شلون؟ مشان التنحيف لو سمحتي، معلش تجاوبيني. معلقة عريق، معلقة جوز الهند، يعني هذا التاع اللي بنستعمله اللي بنستعمله للحلو، بنستعمله يعني بالبيت. لا جوز الهند منتجات. شوفي اخت، انت حبيبك تعطي باسم ايمن، فما عم بعرف شو نعدي لك. الاخت هون عم تسال تدوين، نحن عندنا في الشركه منتج سكروا. انا الاسم فاطمه محمد بنفس الوقت، ايش بدك ناديلي ناديلي. اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. اهلا وسهلا فيك فاطمه. يعني انا ما صلي 3 ايام، يعني داخلي وحابه اسال يعني وتعلم واعرف اكثر، اذا ما في مشكله ما في ازعاج. لا اكيد بالعكس، اهلا وسهلا فيكي بين عائلتك الثانيه باذن الله. الاخت اللي المنتج اللي ذكرته هو زي جوز الهند موجود عندنا بالشركه. حضرتك اخت فاطمه وين موجوده، باي بلد؟ انا قلت لك امبارح موجوده في ادلب، يعني مقيمه في ادلب. تمام حلو، يعني ممكن انت بكره اذا حابه تستخدمي هذا المنتج على الاغلب بيتوفر عندك بنقاط البيع العربيه، بيتوفر زيت جوز الهند. نحن عندنا بتركيا مو موجود، عندنا موجود بالخليج، موجود بالعراق، تمام، موجود عندكم احيانا بنقاط البيع عندكم العربيه، تمام. فهو زيت جوز الهند الطبيعي 100%، حتى الشركه بتبيعه عندنا بالشركه، وكثير له فوائد، يعني كغذاء جدا جدا رائع، تمام. وممكن تمام. الأشخاص يعني هو ينطبخ فيه، اللي مهتمين كتير بالأغذية الصحية الأورجانيك، ما بش يعني ما بيطبخوا بالسمنة أو المنتجات الحيوانية، لا بينطبخ بزيت جوز الهند. وأيضا حتى للشعر، ماسكات للشعر لزيت جوز الهند بيعطي نتائج سحرية وتطويل وكثافة للشعر كمان بشكل رهيب، يعني ونتائج فورية. فكمان الأشخاص اللي بتحب متوفر عندها، أنا بنصحها يعني تجربه وتستهلكه وتشاركنا تجربته. هلا انا بستعمل للشعر قرنفل، يعني كمان مداملي عليه، اذا بتعرفي القرنفل كمان استفدت عليه الحمد لله، كان شعري كتير يهر واستعملت القرنفل. بغلي القرنفل والمي وبخليه ليبرد، بقى كل يوم بستعمله على شعري، بخ منه يعني، والحمد لله استفدت. وللضعف كنت اشرب كل يوم كاسة حليب على الريق بدون سكر، وبعد يعني تقريبا نص ساعه ساعه وشوي قشر لي تفاحه. يوم ما اشرب حليب استعمل كاسه مي على الريق سخني او يعني وتفاحه بعد كاسه المي. بس انا كثير عامله نظام لحالي، يعني شلون مثلا بخفف كثير اكل، خلص بعرف هالوجبه الي مثلا لنفرض اذا اليوم فيها خبز نص رغيف، اكثر من هيك ما باكل لا زياده ولا ناقص، يعني صار لي مدام لي على هالشيء 3 سنين. قلت لك امبارح استعملت الليمون والكمون يا شباب والزنجبيل، واستفدت على الليمون والزنجبيل، بس اللي عاقتني انه معدتي بتوجعني واثر، صار معي عصب قولون. لما صار معي عصب قولون قام صارت توجعني معدتي كثير، ما بقى استجر تبع الليمون والكمون، بس بشرب متي، يعني بشرب اعشاب كثير، انا بتابع اعشاب.
ورغم الحمد لله يعني انه وزني طبيعي وكويس. الله يجزيك الخير يا رب. الله يسلمك يا رب. بس انا هيك بحب انه يعني هالشغلات هيك للضعف، بس انا بحب اني اشارك بهالشغلات. ما في غير هاي القهوه لسه ما استعملتها، ان شاء الله بنستعملها. نعم. الله يعطيك الف عافيه اختي. بتاخذني اياها وبتعطينا تجربه ان شاء الله. الله يعطيك الف. تفضلي يا اخت ام صهيب. حنختم مع حضرتك اخت ام صهيب، بعطينا مشاركه من حضرتك. مساء الخير اختي ام عمران، وصح فطورك حبيبتي ويسعد لي مساك ان شاء الله. حبيت فقط لما كنتي بتتكلمي على زيت جوز الهند، في اخوات استعملوه حتى في التنظيف اختي ام عمران، سمعتيني اختي ام عمران؟ نعم نعم. ملعقتين في على مع القهوة السوداء، هي كانت تجربتها نعم نعم. صوتك شوي بيقطش ولا انا اللي عندي نعم نقص؟ نعم مليح كثير في التنحيف. اظن من عندك؟ من عندي اختي ام عمران. نعم تفضلي، انا سمعانتك تفضلي. نعم نعم هيك تسمعيني اختي ام عمران؟ شكرا كثير لك، الله يجزيك الخير. نعم هي شكرا الله يجزيك. نعم 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 بسمعك. هي تجربة الاخت نصيرة اللي شاركتها. نعم اهلا. خلينا اليوم ما شاء الله نختم الفقره، بس في سؤالين صراحه بالشات حجاوب باذن الله تعالى. هلا انا بس بدي اياكم تاكدوا لي صوتي واضح. ايوه نعم. في الاخ عم يقول لمعالجه الفتق وبس ياكل بيرجع. شوف اخي الكريم، ما شاء الله قبل هالمره اجونا كثير مشاركات بالنسبه للفتق او الديسك، استهلاك المنتجات من الداخل. تمام، اهمهم طبعا يعني الفتق هو شو، اعصاب، اما مثلا المادة الهلامية بين المفاصل مثلا بين العضلات، العضلات الأعصاب. تمام، فينصح استخدام الخماسي الذهبي كامل. تمام، والدهن جدا جدا مفيد. يعني قبل هالمرة كتير جانا تجارب من خلال مثلا عرف الأسد، الكورديسيبس، الفطر الريشي، غذاء السبيرولينا أيضا كتير مهم، المورنزي للالتهاب، لأنه هو الفتق أيضا كمان يعني أحد أسبابه هو الالتهاب المزمن. تمام، فالخماسي الذهبي مع الكامل مع الدهن، كريم جرة الشاي وزيت الجانو. كتير أشخاص شاركونا أكثر من مرة إنه طابوا من الفتق كلياً. تمام، فياخذ بالأسباب وإن شاء الله يستهلكون، يبدأ بالتدريج ويستمر وإن شاء الله بيلاقي عليهم تحسن بإذن الله تعالى. والسؤال الثاني علاج الخمول والتعب وقلة التركيز، أكيد التغذية الصحيحة. تمام، تنظيف الجسم من السموم حيساعد على إنه هاي الأعراض تروح. تمام، أنا بقول المثلث الذهبي يعني الفطر الريشي والسبيرولينا والمورنزي ونفسهم كمان علاج الكولون كمان نفسهم. تمام، لأنه الخمول ممكن يكون خلل بالهرمونات، ممكن تكون غدة، ممكن تكون كسرة سموم. تمام، ممكن تكون نقص فيتامينات. تمام، ممكن تكون أيضا كمان كثرة التهابات، كلها بيساوي خمول بالجسم، تعب، إرهاق، ذهن مو صافي. تمام، فمع المثلث الذهبي حتنحل هاي المشاكل. والكولون ايضا كمان نفس الشيء، يعني تجربه ابو عمران اصلا بالكولون، حتى مو كولون عادي، كان كولون عصبي. تمام، من خلال المثلث الذهبي الحمد لله رب العالمين كمان يعني شفي من الكولون. هو تغذيه صحيحه، انه الشخص يقوي الحمض المعده، الهضم، انزيمات الهضم من خلال عصير المورنزي، غذاء صحي، سبيرولينا، فطر ريشي، فباذن الله كمان عم تتم الفائده. يعطيكم العافية، الله يجزيكم الخير، شكرا لمشاركاتكم. ما شاء الله اليوم أخذنا مشاركات قليلة بس كمان كتير حلوة، ما شاء الله كذا أخذ شاركتنا مشاركات كتير حلوة. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. تفضلوا، المايكات معكم، الأساتذة زي معنا، مين لسه معنا؟ الأستاذ أحمد خميس، الأستاذ إسماعيل، الأستاذ محمد نور، المايكات عندكم. الله يبارك فيك يا رب سيدي أم عمران، شكرا لك ما شاء الله. الأستاذ أحمد موجود، الأستاذ نور، طيب بس تابع فقرتك أستاذ إسماعيل.
انا فقرت. طيب نكمل الفقره ان شاء الله، هيك لسه مفتوح الدفتر. وصلنا عند اخر وحده، اخذنا ان خود مشروع دي اكس ان تنجح او تنجح، وكانت اللي قبلها تعلم ثم تعلم ثم تعلم ثم تكلم. اللي بعدها هي كتابه الهدف. الهدف لازم ينكتب بتاريخ معين انت بتحدده وترسم له خطه لهذا الهدف. طبعا الهدف اللي انت بدك تحطه لازم يكون قابل للتحقيق، يعني شلون يعني منطقي، ما يكون مثلا انت شخص جديد داخل بدك رتبه سفير ملكي بالسنه، لا هذا غلط. انت كم جهدك بهذا اللي بدك تحطه؟ بدك تحط هدفك سنه سنتين. انا بيعجبني الاشخاص اللي بيحطوا هدفهم بمدة سنة ونص وسنتين ليطلعوا رتبة نجم ماسي، ما بيحطها بالسنة ولا بالست شهور ولا بخمسة شهور. هدول الأشخاص معناتها هني داخلين وعيانين إن هو مستعد يصبر بهذا العمل سنتين وثلاثة ليطلع رتبة النجم الماسي. فهو لما بيحط من البداية هيك هدف إن شاء الله بيصبر على هذا الشيء، أحسن ما تحطها ست شهور وما تطلع قدها. لأنه ست شهور ما هي كلمة على فكرة، اليوم اللي بيحط ست شهور هو بيطلع رتبة نجم ماسي ما هي كلمة. انتم فاكرينها سهله؟ والله محسوبكم شق شق وما قدر يجيبها بست شهور. ما ست شهور صعبه، صعبه كثير اكثر من بتتخيلوا. يعني انت بدك من اول شهر تكون مؤسس خط افق يكون 10 15 خط، وباقي الاشهر تتبع انت النزول الذكي والدعم بهذا الشكل. فخلي يكون الهدف واقعي ومنطقي، يكون قابل للتحقيق. ما تحطوا هدف يكون بعيد، يكون الهدف مجزأ كمان إن شاء الله مع خطة معينة. وطبعاً أنت إذا بتصل ل 70% من هذا الهدف فوق ال 50% فبيكون جداً جداً ممتاز. طيب سبعة اللي هي فن التواصل التأثير. كلياتكم بحاجة مهارات فن التواصل، فهذا الشيء بتلاقوه إن شاء الله باليوتيوب. ما هو لا عندي ولا عند الأستاذ أحمد ولا عند الأستاذ نادر ولا عند حدا، تلاقيه باليوتيوب بقراءة الكتب، استماع للكتب. طبعا بأسلوبك أنت بدك تعتمد على مهارة التواصل، فن التواصل إن شاء الله. ومن أهم الكتب هني كتاب الأب الغني والأب الفقير، في كتاب أعطاني الأستاذ عبد الرؤوف، هو خاص للي عنده فريق من النساء، للشباب اللي عنده فريق من النساء. لأنه هلأ أنا صرتوا تسموني عدو المرأة. صرتوا تسموني عدو المرأة لأنه دائماً بحكي عليهم وقول أنه بيعذبونا كتير. وصح النساء بتعذب كتير على فكرة، مش قد ما أنت اليوم كنتي واقعي وذكية بهذا العمل فأنت يا سيدة بتعذبي أكثر من الشباب. الشباب تعرف تسجل من أول مرة لحالة، الشباب تعرف بس هني عندهم مشكلة العجلة. يعني هون في سلبية وهون في سلبية. ففي كتاب هو خاص لحتى الواحد يتعامل مع السيدات، أنا نسيت اسمه، صح نسيت اسمه. بس هو يمكن كان والله نسيته، قدمه والله نسيت اسمه. إنه بحثوا إنه أنا كيف أفهم السيدات. بعرف إذا بحثت يكتب لك اليوتيوب إنه هو حتى هو ما بفهم عليهم، ولكن ابحثوا إن شاء الله بلكي تلاقوها. طيب ثمانية هي صناعة بيئة إيجابية. كلها تكون البيئة الإيجابية قليلة عندكم، متأكد من هذا الشيء. المحيط اللي حواليكم هو البيئة السلبية أكثر من إيجابية. فصناع بيئة إيجابية بنفسك. طيب صناعة البيئة الإيجابية كيف واحد يصنعها؟ طبعا هني خيارات بصراحة. الخيار الأول والأفضل إنه الواحد يلاقي ولو شخص واحد من الناس اللي حواليه يدخل معه بهذا العمل، ودائما يتموا مع بعض، يسهروا مع بعض، يطلعوا مع بعض، يجوا مع بعض كذا، فهذا كتير ممتاز. صناعة البيئة الإيجابية هي بتكون بالمراكز، مراكز الشركة. صناعة البيئة الإيجابية بتكون بالاجتماعات. صناعة البيئة الإيجابية هي بتكون دائما بس هيك بس بالاجتماعات. الاجتماعات هي عامة، عم يدخل فيها 60 70 80 100 150، فبالتالي عم ينحرم كثير أشخاص من المشاركة.
فأنت كشخص بنصحك بمكالمات واتساب، وانتو يا شباب بتعرفوا انه انا دائما بسوي مكالمات فيها 10 أشخاص، لحد الان بسوي مكالمة فيها 10 أشخاص، 5 أشخاس، 10 أشخاص، شخصين، 3، فهي كمان تعتبر بيئة ايجابية لرسم الخطط ان شاء الله. 9 هي استهلك وشارك الفكرة، استهلك وشارك الفكرة وليس بيع وشارك الفكرة، لا ابدا، استهلك وشارك الفكرة. برجع بقول استهلك وشارك الفكرة، لأنه في كتير أشخاص هي بتأخذها أنه أنا بدي أدخل بيع 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 بيع. ترى أنت بنقطة البيع أنت عم تتاجر بتجارة الصفقة، عم تتاجر بتجارة الصفقة. إيه موسمنا برمضان، إيه على عيني وراسي، سوقوا منتجات، عملوا إعلانات مولي، بس دير بالك تأخذه على هو مبدأ دائم مع عملنا، لا أبدا. استهلك وشارك الفكرة، خلي يكون في عندك استهلاك لنفسك شهريا، وبنفس الوقت سوق اللي بتقدر عليه وشارك الفكرة. طبعا ليش هذا الكلام؟ انا في عندي اشخاص بفريقي كانوا مستهلكين بالشركه، بيستهلكوا منتجات من اشخاص هي بتبيعه، وهدول اللي بيبيعون علموهم انه انت تدخل بهالشركه وبيع منتجات، فبالتالي هن عم يروحوا يخلوا الناس تجرب منتجات، ما بيعرفوا انه فيها فكره مشروع وبزنس وكذا، فنحن عم نجي استقطابهم سهل جدا علينا، فروحوا روحوا سوقوا منتجات. الكل يروح يسوق لحد يشارك الفكره، بس روحوا بيعوا منتجات، عيفوني عيفون لألي. تمام. طيب 10 هي آخر واحدة طبعا، استمتع بالرحلة، رحلتك مع دي اكس ان لما بتمشي فيها مبسوط ومشغل غنية مشغل أغاني وعم ترقص ودق الماني وتيرشرش، مشغل أغاني وعم ترقص ومبسوط، أوه بتكون مزهزة، أحسن ما تكون ماشي بهي الرحلة وأنت معصب وعم تخانق وتكسر. أبداً أبداً أبداً، استمتعوا بهي الرحلة، استمتعوا بهي الرحلة. خليني أحكي لكم مواقف الشباب عنا. الشباب لما بيجوا بيشكوا لي همومهم، فبيجوا بيقولوا لي شوف أخي نور، الشباب تيجي بتشكي لي همومها، يا استاذ اسماعيل بالشغل هيك وعم يصير هيك وعم بصيروا بشكوا لي هموم، مثل الارمله اللي عمرها 100 سنه وعندها شيء 4-5 اولاد وعندها هموم جبال، ببلشوا يشكوا يشكوا يشكوا. اخر شيء بقول لهم استمتع، استمتع بضروب ضربه الحياه، استمتع بالمشاكل، استمتع، خليك مبسوط وزهزه دي اكس ان واشتغل بدي اكس ان. اي احلى شيء، لانه بصراحه انا صار معي مره موقف، كنا انا وشاب، شوفوا ما في انسان ما بيخطئ، نحن كنا اول ما دخلنا بالدي اكس ام شفنا ارباحها بطيئه وكذا، يعني استلمنا ارباح بس بطيئه، صرنا نطمع بان ارباح سريعه. احنا صرنا ندور ارباح سريعه انا وشاب ثاني، ايه وتكمعنا مثل ما بيقولوا، انتصب علينا. فديروا بالكم، ديروا بالكم، ارضى بالقليل وصدقني رح يشيك ايام بشهر واحد تعوض عن كل شيء، طبعا لانه هو قليل في البدايه وفي تعب وجهد، فلازم الواحد يستحق. لا تقعوا خطا اخوكم اسماعيل، راح هيك فورا هو وشاب ثاني وطوب كم معه وانتصب عليهم، لكن في غي يا حرام شو صار فيه، ليش بده يبكي ويصيح ويخانق ويسبسب وما ترك كلمه، ويطلع علي يشوفني عم اضحك، بكي اسمع لي اضحك بدك تجنني انت، والله عم اضحك لانه احنا اغبياء. يعني خلاص شي صار، خلينا هلا نفكر بالحلول الايجابيه، خلاص دي اكس ان موجوده، مشيت حالنا بدي اكس ان ونعوض، احسن ما تم نتخانق ونصيح ونكافش وكذا، لا خلاص استمتع وخليك مبسوط، فخليك بهي الرحله مبسوط ومستمتع وماشي على 100 مهلك، ما في داعي للعجله. صحيح كلامك، الله يبارك فيك يا رب. طيب ريهام، طيب سؤال حلو، ليش كيف انتصب عليك؟ انا ما راح اقول كيف انتصب علي، بس بدي احكي عن خاطره مهمه، انه احنا بصناعه البيع المباشر تسويق الشبكي، هي لازم تفهموها، لانه اليوم بصناعه البيع المباشر في الاف الشركات، اوكي، في الاف الشركات، وبالتسويق الشبكي وبصناعه البيع المباشر انت بكل الشركات اللي فيها بزنس أرباح هي بتحتاج لشيء. شوفوا كل الشركات هي شركة بتصنع شيء، في منهم أشياء وهمية
في منه أشياء حقيقية. خلينا نحكي نحن عن أشياء الحقيقية، ما رح أحكي عن أشياء الوهمية. في شركات بتصنع أشياء وهمية وبتصير بتبيعك، مثلا لك تعال سجل بالشركة تفاعل بالدولار، سجل فيها روح جيب شخصين كل واحد يتفاعل بالدولار معطيك 500 دولار، فما في شيء عم ينباع وينشرى. في ناس هيك، في شركات هيك، ما رح نحكي هاي، بنحكي عن الشركات كلها بشكل عام اللي هي بتصنع شيء حقيقي، فبالتالي هي بتحتاج لشيء، هذا المنتج لازم يتسوق. تمام، المنتج اللي بتصنعه الشركة بغض النظر شو هو، كل الشركات بغض النظر شو هو لازم يتسوق. اثنين، دي حاجة فريق. اللي بيجي بصناعة البيع المباشر بيشتغل بالشركة بيقول لك أنه بصير بيجي بيغريك وبيقول لك والله تعال دخل معنا بشهر بصير زنجيل وشهر بصير ما بعرف شو، تعال تفع ألف دولار ترسوم شركة وفي منتجات وباكيجات وما أدري شو اشتري وبيع، وبقول لك من أول شهر بصير عندك 400-500 دولار. هذا كذب كذب، ركز معي. أنت طالما بدي إكس إن عم تقدر تبيع منتج وتبني فريق، فبالتالي انت حتى بغير شركة رح تقدر تبني فريق وتشتغل بهذا الشيء. اما اذا انت بدي اكس ام ملان ويأسان ما عم تقدر تسوق منتج ولا عم تقدر تبني فريق، فانت اذا مو بتروح على غير الشركة، اذا بتروح وين ما كان وين ما رحت على غير الشركة نفس الشيء، لانه بكل الشركات نفس الشيء. فانت يوم بدي اكس ام ركزوا معي، منتجها بسيط كل الناس تستخدمه، عم تدخل فيها بدون رأس مال، عم تطرح الناس على منتج قهوة وصابون ومعجون أسنان والشركة تدخل فيها بدون رأس مال. فأنت شوفي بعقلك لحتى تفكر بعقلية، يجوا هني يضحكوا عليك يقولوا لك تعال ادخل معنا بالشركة دفع 500 دولار و1000 دولار، روح جيب أشخاص تدفع مثلك. إذا أنت هون ما عم تقدر تجيب شخص يشتري صابونة بمئة ليرة، شلون بدك تجيب شخص يشتري ب500 دولار؟ فهمني إياها، فهمني إياها، تعال فهمني إياها. فلا يغروكم، لا يجي. ركزوا معي، كل الشركات في عندها شيء اسمه تارجت شهري، كل الشركات. يعني انت اليوم مطلوب منك بالشهر تارجت معين يتحقق لحتى تكسب الارباح. بدي اكس ان 100 نقطه قد هي بتعادل اليوم بتركيا، بتعادل بين 46 دولار لل 100 دولار حسب المنتجات. بغير شركات، في شركات شو اسمه تارجت اللي عندها ضعيف، في شركات تارجت الاكبر، ولكن التارجت الضعيف أرباحها بتكون جدا ضعيفة. وأنا بعرف شركات من هذا النوع، فأكثر واحد فيها اللي صار له 20 سنة و 30 سنة وأرباحه 50 أو 60 ألف ليرة تركي. أما تعال على الشركات الثانية التارجت عالي، 175 دولار، 100 دولار، 200 دولار، 300 دولار، 500 دولار. زائد والأهم، ركزوا معي، زائد والأهم، التارجت الشهري مربوط بأنه أنت إذا انقطعت فترة هوب رجعوك للصفر. أما اليوم حين بدي إكسل ما ترجع للصفر، وين ما وقفت ترجع بتكمل. في عندك ضغط ديناميكي ما بتنحرم من شيء. إذا أنت اليوم قصرت أو ما، إذا أنت اليوم توقفت شهر اثنين ثلاثة بترجع مكان ما كملت، مكان ما توقفت. فأما هو هاي النظرية. كمان خلينا نحكي عن النظرية الأخيرة، وهي إنه في بعض الشركات بيجوا بغروكم وبيقولوا لكم تعالوا ادخلوا معانا، أما تشتروا بس مرة واحدة بالحياة. شوفوا اليوم بيجي بعض يسمع يقول لك انه انتم عم تشتروا كل شهر منتجاتكم، تعالوا احنا من معانا بتشتروا مره واحده بالحياه. طيب تعالوا نفكر بعقليه. تمام، اول شيء ان اليوم نحن بدي اكس ان في عندنا ثلاث انظمه للربح. في عندكم نظام الاي او سي بتفعل مره واحده بالحياه وارباحه على كل الاجيال، فهذا الشيء موجود. اثنين، في عندك تارجت شهري. ثلاثه، عندك نظام الاي اس بي، عندك نظام الدي اس بي، فعندك بالشركه مخيرتك بكل شيء وانت تعطيك ارباح 60% على نظام الاي اس بي. بيجي شخص بيقنعك يقول لك تعال ادخل بالشركه بتفعل بس مره واحده بالحياه وتصير تجيب اشخاص. طيب انت اليوم جيب فعلت مره واحده بالحياه، تمام، مره واحده اشتريت، اين هي احسن؟ تشتري مره واحده وتجيب شخص يشتري مره واحده تربح مره واحده وتتم تجيب اشخاص، اللي انت تعتمد على التارجت الشهري تجيب شخص هو يصير شهريا يستهلك يصير في ربح، اين هي احسن؟ وهذا الشخص اللي عم تجيبه هو كمان يجيب ناس يصير فيه كمان شهريا. فكروا فيها منطقيا، لا يغركم. انا ليش عم بحكي هذا الكلام؟ لانه متاكد 100% رح يمر عليكم هاي الاشياء، رح يجيكم اشخاص من غير شركات يجوا لعندكم يكرهوكم بدي اكسن ويصيروا يعملوا شركة هي النمبر 1 ويجيبوا لك فيديو يكونوا هن مطبقينه ويقول لك بالشهر وما بعرف شو جاب 10000 دولار و5000 دولار و1000 دولار من اول شهر. انا بقول لك اياها من هلا، طالما بيع مباشر وشركه، تمام،
حقيقية عندها منتجات، عندها منتجات من الآخر، هاي المنتجات لازم تنباع لحتى يكون في أرباح منك ومن فريقك. زائد أنت لما تعمل مقارنة دائما عمل مقارنة بالتارجت الشهري وسعر المنتج وقيمة المنتج. أنا بحثت، شوف أنا قدامكم بحثت وشفت، عم لاقي شركات تارجت الشهري 175 دولار، بتلاقي معجون الأسنان حقه 800 ليرة، الشامبو حقه 1000 ليرة، وما هو طبيعي 100%، وبتلاقي منتج أقوى. شو بتكون أحسن من هيك؟ المنتج اليوم يعني بصراحة كسعر كتير منيح. ولما ركزوا معي، لما أنت اليوم بتلاقي شركة مثلاً باكج تبعها حقه 500 دولار وأنت عم تربح منه 200 دولار، وهذا المنتجات الموجودين فيها هي عدد قليل وسعر غالي، انت اليوم فيك بدي اكسن تشتري المنتج مثل ما هو وتروح تبيعه بضعف السعر، فانت رح تربح اكثر منهم. فلا ينضحك عليكم، وركزوا بهاي كمان بنهيها ان شاء الله، وبتوكل على الله. الاخ محمد نور كمان هو يعطي فقرة اخر واحدة اللي هي الثبات. يا شباب اثبت تنجح، بس فكك بعقلية تتحول من شركة لشركة وما أدري شو، هذا الكلام رح يضرك كتير وما رح يكون في نجاح. ما شفت شخص هو عم يتحول بين شركة وشركة ونجح، لأنه هي تعتمد نظرية الشركات كلياتها على شو، نرجع من عيد، على تسويق المنتج وبناء فريق. فهموا هي النظرية، فهموا صناعة البيع المباشر، فما حد يجي يغريكم بيقول لك من أول شهر أرباح كذا وكذا، لما بيعطيك فيديوهات قل له شقد باع منتجات، شقد جاب أشخاص بهذا الشكل. أنت اليوم مع دي إكسن بنظام الـ ASP إذا اشتغل الصح، إذا جبت 10 أشخاص كل واحد استهلك بمئة نقطة، أنت أرباحك شقد؟ شقد أرباحك 10 أشخاص؟ كل 3 تقريبا 70 دولار، 70 و70 150 و70، تقريبا 200، تقريبا 250 دولار من أول شهر 10. شو هي المئة نقطة؟ 2500، 3000 تركي، فيك تبيعهم، فيك أنت تجيب 10، ونحن أنا فيني أجيب صراحة، وأنت فيك تجيب، وكلاتنا فينا نجيب لما أنت بتتعلم صح تشتغل صح. الله يبارك فيكم. تفضل أخي محمد نور. أنا رح سكر، نعطي كمان الأخ محمد نور إن شاء الله. الله يعطيك العافية كوتش إسماعيل، كل الليدر اللي قدموا ما شاء الله عليكم، أنجزتوا وأبدعتوا. بس أنا ضد نظرية واحدة أنت استهدفت فيها النساء، ما شاء الله العنصر النسائي شغال وفعال، لأنه أغلب فريق أنا نساء يا أستاذ إسماعيل، تمام؟ فلذلك لا تقول شغالين، ركز معي، أنا شغالين، أنا قلت ما ينفهم عليهم، تمام؟ إيه بدك تصبر، بدك تصبر حبيبي، حبيبي يا أستاذ إسماعيل، الله يسعدك. معلش نحن شغلتنا نصبر، وشغلتنا نوجه العالم، وشغلتنا ندير القيادة، لأنه القيادة هي كل شيء. طيب أول شغلة بدنا نعرف كيف الهمي بعد هالشوط الطويل، بعد هالشوط الطويل بقيان 50 اسم، انتو الصفوي البقيانين هلا حاليا، اذا مو الهمي حماس ونار وعنكن ايجابي لحتى نتابع ونعطيكم الفقرة، ما رح اعطي فقرة انا لحتى اشوف التفاعلات. يلا كيف الهمي، كيف الهمي، الله يسعدكم يا رب. كلمة لا بيكتب كلمة حلوة، مية مية. الهمة مليون للأستاذ خالد، الله يسعدك يا رب، ما شاء الله، بسم الله على بركة الله. منبلش. طيب اليوم مشروع DXN هو بعيد المدى للسراء اللي بده يستثمر، بعيد المدى. يعني شو يعني هذا الكلام انه بعيد المدى؟ يعني انا اليوم داخل مستثمر في DXN ولكن بعيد المدى الى ابعد الحدود، يعني حتى بعد مماتي أنا بكون عم بستثمر في DXN. هل عندكم هاي النظرية ولا ما عندكم إياها؟ ما شاء الله عليكم، نظام التوريث موجود في شركة DXN. فلذلك إذا أنت كنت موجود بهذا المشروع لا تزعل على حالك، لأنه من بعد مماتك
او من بعد مماتك بعيد الشر عنكم، وكل كلياتنا راح نموت يعني. ولكن لا تزعلوا على اولادكم، لا تزعلوا على الشيء اللي وراكم، لانه راح تتركوا لهم بونص ارباح محترم. ولكن بالنهاية كل مين عنده طريقة إبداع. اليوم طريق الألف ميل يبدأ بخطوة منكم. طيب اليوم أنا قابل للتطوير، قابل للتطوير، قابل للتغيير. إذا ما غيرت بحياتك أساسيات أنت روتينك، التنظيم بشكل أساسي من أول نهارك إلى آخر النهار، فلذلك أنت بتنظم وقتك. كل من ما بينظم وقته لازم يخطط، لازم ينظم، لازم يشتغل، لازم يكتب. طيب ليش نحن عم نقول لازم 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 لازم؟ يعطي مرحلة الالتزام لنفسه. طيب ليش مرحلة الالتزام؟ مرحلة الالتزام هي بتعمل مرحلة الوعي، وبالتالي راح يكون عندكم انجازات. بداية راح يكون إنجازاتكم بسيطة، ولكن مع الأيام راح تكبر هاي الإنجازات. معلش ابدأ بنفسك اليوم، ابدأ بنفسك، فعلوا النظام الاسبي بأيام 10 أيام 8 أيام بينتهي نظام مضاعفة النقاط في تركيا. مين اغتنم الفرصة في نظام ASP؟ اكتبوا لنا تعليقات. مين اغتنم نظام ASP؟ مين طلع رتب في نظام ASP؟ ما شاء الله عليك يا أستاذ إيمان، ما شاء الله ما شاء الله. وعليكم السلام اليلي السلام. يلا اليلي اغتنم نظام ASP بدنا مشاركات، بدنا حماس، بدنا اللقاء يكون شعلي من الحماس. ما بدنا نقول نحن وصلنا للنهاية ونقول نحن تعبنا، نحن بنتم للصبح معكم وعم نتكلم لمشروع DXN. تمام، فلذلك خلينا نشوف التعليقات. ما شاء الله أغلب التعليقات إيجابية، ما شاء الله أغلبهم طلعوا رتب ما شاء الله. أنا جديد، حياك الله. بدنا من كل واحد جديد يكتب لنا رقم 50، كل واحد جديد يكتب رقم 50، كل واحد جديد. تمام ما شاء الله ما شاء الله. أبو جعفر أخونا ما شاء الله، في عندنا ما شاء الله أسماء جديدة موجودة معنا، ولكن اليوم زمام المبادرة تبدأ من حيث انطلقت أنا، من حيث أني أنا جربت المنتجات على نفسي. فلذلك اليوم أنتوا دخلتوا عملتوا رقم عضوي ولا لا؟ عملتوا كود الذهبي؟ إذا عملتوا كود الذهبي ما عليكم غير أنكم تروحوا تلحقوا حالكم في نظام ASP، عرض مضاعفة النقاط، عرض خصم 10% لمدة 3 سنوات. لا تستنى الفرصة. وعليكم السلام اليلي سلام. لا تستنى الفرصة أخي الكريم. 8 أيام 8 أيام يلي سجل، يلي سجل رقم عضوي وعندك رقم عضوي أخي الكريم، تواصل مع المركز مباشر. حضرتك وين مقيم؟ وين مقيم حضرتك؟ مقيم في تركيا؟ تواصل مع مركز أسنيورت، مع مركز تقسيم، وين ما كنت مقيم. كيف بدي أسجل عضوي أخي الكريم؟ ارجع للشخص يلي بعت لك الرابط. تمام، ارجع للشخص اللي بعت لك الرابط. فلذلك اي واحد موجود معنا هون ما شاء الله الهمة عالي، فلذلك كل واحد داخل معنا ما عامل رقم عضوي، انا بدي احييك تحية الاسلام، حياكم الله وبياكم، اهلا وسهلا فيكم في مشروع العمر لكم. ربي يسعدكم ان شاء الله. هذا المشروع اللي راح يعطيكم الثراء الاجتماعي، الثراء المالي والثراء الاجتماعي، ويكلك عندك بصمة إيجابية بمجتمع إيجابي، أسرتك الثاني بترحب فيك. طيب اللي فعل رقم عضويته، سجل رقم عضويته، لا يستنى. بكرة سبت، بكرة سبت تواصل مع أحد المراكز، روح فعل نظام ASP. فلذلك كل ما بتفعل الآن مضاعفة النقاط، هذا راح تكسبه، هذا راح يسرع من نجاحك، هذا راح يرفع من درجاتك في الشركة، لأنه نظام مضاعفة النقاط هو عرض استرداد كامل المبلغ 100%. تمام، هذا نظام الـ ASP، حبيت أنوه له لأنه العالم غفلان عنه. فلذلك اليوم باب أيام معنا 7 أيام، دخلنا بيوم جديد، نحن دخلنا بيوم جديد 14 دقيقة بيوم جديد. فلذلك صرنا يوم سبت، نحن
أي واحد فعل رقم عضوي سجل عضوي يروح على المركز يتواصل مع المركز يفعل نظام ASP. طيب ليش عمل لكم فعلوا نظام ASP؟ لأنه عرض استرداد 100%، خصم 10% لمدة 3 سنوات. قدامك فرصة، أنتوا فايتين تشتغلوا، فايتين تعملوا، فايتين تخططوا للمستقبل، فايتين تعطوا لنفسكم فرصة لمرة واحدة في العمر. العمر عم يمشي، لا تكون كعبد في المعامل، لا تكون أنت مقيد. اكسر السليج، اكسر الجليد، اكسر الجليد، اكسر القيود، حطم هي القيود وانطلق نحو عمل اللي يدر عليك المال وانت نائم. فلذلك اليوم هذا العمل رح تبلش انت بتجربة خاصة، رح تجرب منتج منتجين ثلاثة، بتحسن تبيع طبق، بتحسن تسمع نصيحة اكتبها، بتحسن تسمع معلومة من الكوتش، من الإدارة، من القاضي، من أي قائد، بتسمع كلمة، ظل تتعلم وتتلمس. دائما أنا بقول لك أنه تتلمس. ليش؟ لأنه مرحلة لازم نتعلمها، لازم نحن يكون عندنا صبر لنفسنا، نعطي نفس لحقنا لحتى أنه نحن نوصل للشيء اللي بدنا إياه. فلذلك اليوم ما في واحد موجود هلأ معنا إلا ما عنده حلم. مين ما عنده حلم؟ مين ما عنده حلم؟ أخي والله عم أشتغل 12 ساعة وبعد شغل مستعد فوت أتعلم وحاول صير. إن شاء الله رح تصير. إذا أنت صاحب حلم وصاحب مبدأ وما تحقق أهداف معلمك وتحقق أهدافك، أنت رح توصل. أنت رح توصل، ولكن بدك تحاول، بدك تصبر، بدك تتعلم، بدك تعطي لنفسك وقت لحتى أنك أنت تنجز وتطلع إلى القمم، لأن القمة تسعى الجميع. اليوم الدرج عم نطلع ونحن درجة درجة. نحن بلشنا بهذا المشروع من الصفر، ما في مخاطرة، ما في عنا قولة الحكاية رأس مال لحتى نضيعه، مثل ما حكى الكوتش إسماعيل ببعض الشركات الثانية يلي بتأوهمك أنه بالربح السريع. وإياكم أنكم تروحوا للشركات الأخرى. ليش؟ لأنه هي فيها شركات كتير موجودة، مع احترام للشركات البيع المباشر كلها، ولكن نحن بنفس الوقت نحن عنا منتج حقيقي، عنا قهوة، عنا صابون، عنا معجون أسنان، عنا منتجات يستهلكها البني آدم كل يوم ببيته، يستهلكها كل شخص موجود على الكرة الأرضية، سواء كبير سواء صغير، سواء سيدي سواء أم لأولاد، كل ياتكن انتم بتستهلكوا هاي المنتجات. فلا تحرموا نفسكم من الخير هذا اللي واصلكم. الخير هذا وقت اللي انتم بتجربوا او تشوفوا على نفسكم وتحكوا تجربتكم. لانه اليوم كل ياتنا نحن عم نقول يا فلان يا فلان انه زكي لي مطعم عندك كويس، مثلا اذكر لي شو مواصفات المطعم، نظافته، اضافته، معاملته مع الزبائن. فلذلك اليوم كل ما كنتوا انتم عندكم شغف للنجاح، انتم ما عندكم شغف للنجاح. مين عنده شغف للنجاح؟ مين عنده شغف للنجاح؟ يلي عنده شغف للنجاح يكتب لي رقم 10، يلي عنده شغف للنجاح يكتب 10. طيب ما شاء الله عليك استاذ محمد، ما شاء الله على المبادره، ما شاء الله. الشغف تبعك انت، لا تخليه مقيد، اكسر قيدك بنفسك، حرر قيودك واسعى وراء شغفك، وراء نجاحك. ولا تقول اني انا ما بنجح، ولا تقول اني انا ما بوصل، لانه كثيرين الناجحين وصلوا قدامنا ونحن رح نوصل، وانتم كلياتكم بتوصلوا باذن الله، ولكن بالعزيمة والاصرار والصبر. تحياتي لكم. استاذ خالد بعدك موجود، وإن شاء الله يكون هيك وصلنا لكم التحفيز الكامل إن شاء الله. أستاذ خالد. يا هلا أستاذ محمد، ما شاء الله عليك. الله يكرمك يا رب أستاذ محمد، ما شاء الله. مبارح حكينا حول كثير أمور، حكينا حول يعني القواعد الانضباطية للعضو الجديد، وحكينا حول القواعد الإدراكية للعضو الجديد،
وحكينا حول 9 استراتيجيات لطريقة التعامل مع الشخص اللي عم بتواصل معه، سواء شخص بده يشتري المنتج أو سواء شخص بده يتعرف على المشروع. ما شاء الله عليكم يا رب، وأخذنا مبارح كتير اعتراضات، ما بعرف اليوم إذا في حدا عنده اعتراض لأعضاء الجدد. أنا متأكد بأنه رح يكون عندهم كتير اعتراضات، أو ممكن يلاقوا كتير اعتراضات رح يتم يعني طرحها من خلال الأشخاص اللي رح يتواصلوا معه. فمبارح حكينا بأنه الاعتراض الأول مثلاً الشخص اللي بيقول لك السعر المنتج غالي، فأنت بدك تسأله أسئلة، بدك تطرح عليه سؤال. أنت هذا المنتج مثلاً تسأله يعني في موجود جوال آيفون وموجود جوال سامسونج أو لا، موجود عسل أصلي وعسل مو أصلي أو لا، موجود سيارة فيراري وسيارة عادية جداً أو لا، بيقول لك نعم موجود. فأنت هون هذا الشخص إيش بيساوي؟ هذا الشخص بيجاوب حاله بحاله، بيجاوب على حاله بهي الطريقة. فما بعرف إذا في اعتراضات، حدا عم بيواجهه اعتراض، حدا عم بيلاقي يعني مشكلة بعرض فكرة المشروع، أو عم بيعرض فكرة المشروع وأشخاص ما عم بيتقبلوا منه. إذا حدا عنده اعتراض أو سؤال أنا جاهز إن شاء الله. ما شاء الله ما حدا عنده اعتراض، كأنه معناته أنا بدي أطرح عليكم الاعتراضات. إذا ما عندكم اعتراضات أنا بدي أطرح الاعتراضات. تفضل أخي محمد. إذا ما في اعتراضات أنا بدي أطرح عليكم اعتراضات مشان نشوف كيف أنتوا رح تحسنوا يعني تعالجوا هاي مشكلة الاعتراض، يعني كيف بدك تتجاوب معه أو كيف بدك يعني تعطيها يعني جواب لهذا الشخص. في ناس عم تقبل المشروع بس الصعب بقول لك بناء الفريق. أغلب الاعتراضات أستاذ خالد على غلاء المنتج. هلا حكينا بالنسبة مبارح حكينا على مسألة غلاء المنتج، أنت بتطرح سؤال على هذا الشخص وهو لحاله بيجاوب يعني حاله. إذا قال لك بأنه مثلا عسل عنده، بتسأله ببلده إيش قد العسل أصلي عندك، رح يقول لك $100 أو ممكن أكثر من $100. طيب العسل العادي الموجود بالسوبر ماركت إيش قد سعره، بيقول لك $20 أو $30. طيب أنت بتسأله سؤال ليش هذا $30 وليش هذا $100، رح يقول لك بأنه هذا $100 عسل أصلي، عسل أصلي. فكذلك المنتجات بتقول له كمان المنتجات تبعنا نحن عم بيدخل فيها شيء اسمه الفطر الريشي. دخل على جوجل اكتب 1 كيلو من الفطر الريشي كم سعره، رح تلاقي بأنه سعره أكثر من $5,000. فهي الفرق بين المنتجات تبعنا نحن والمنتجات الأخرى. الأستاذ محمد عم بيقول على مسألة بناء الفريق. هلا أخي الكريم بالنسبة لهذا الموضوع، يعني الشخص اللي رح يطرح عليك هذا السؤال أول شيء لازم يكون يعني شخص صار له وقت بالشركة، صار له يعني أقل شيء سنة. إذا أنت صار لك أقل شيء من سنة، أقل من سنة، فأنت أصلاً ما رح تحسن تبني فريق. إذا أنت أقل من سنة ليش؟ لأنه أنت لسه ما أخذت المعلومات كلها، لسه ما أخذت التدريبات كلها، لسه ما صرت أنت مدرب مشان تحسن تبني فريق. فهذا الفريق اللي أنت عم تبنيه لازم أنت تكون مدرب لهذا الشخص وتكون محاضر لهذول الأشخاص، تمام؟ اللي رح يكونوا بفريقك. أما إذا أنت لساتك بلشت ولسه ما بتعرف تقول سبيرولينا وتقول الموريزي وتقول الميكوفيجي وتقول يعني حتى أسماء المنتجات، فهون أنت لازم تتعلم ولازم تدخل بالمحاضرات ولازم تتدرب بشكل كتير كبير حتى تشوف القادة كيف عم بيشتغلوا، كيف عم بيدربوا. من خلال هاي القادة أنت بتسوي استنصاح، كمان أنت بتروح على الخاص، تمام، بتسوي محاضرات للأشخاص موجودين عندك يعني بفريقك. والحل الوحيد لبناء الفريق اللي هو الاستقطاب المستمر. كل ما كان عندك استقطاب مستمر واستقطاب قوي رح يكون عندك فريق قوي. أنا بيقولوا لي المنتج كذب وفيه إدمان. لا أستاذة ما بعرف الاسم الكريم، يعني هلا إذا بدنا نشرب قهوة بدنا نسوي لها فحصات، أو إذا بدنا نستخدم صابونة يعني الصابونة فيها إدمان، المعجون أسنان فيه إدمان؟ لا مو منطق. يعني هذا الشخص اللي قال لك إدمان لازم يقول لك الإدمان وين موجود بالموضوع، وين موجود الإدمان بالموضوع، لازم يشرح لك يعني يفسر لك أكثر. هيك العالم بتقول اسمي لولو. لا أختي لولو،
لا اختي لولو، هلا انت انا متاكد انت جربتي المنتج او لا؟ اول سؤال، انت جربتي المنتج؟ جربتي سبيرولينا؟ طيب انت صار عندك ادمان، صار عندك ادمان من سبيرولينا؟ ما صار عندك ادمان ابدا، ما صار عندك ادمان. فهي المساله مثلا استاذه لولو، مثل شخص مثلا شخص عم بيقول لك بانه المشروع فيه شبهه، ممكن يقول لك بانه المشروع فيه شبهه، تمام؟ فانت بتطرحي عليه سؤال، اذا انت مثلا اذا اجى شخص غير مسلم، شخص غير مسلم اجى بده يدخل على الاسلام، فهون هو بيروح بيدخل على جوجل بيلاقي بانه ما بعرف حكوا كثير شغلات سيئه على الاسلام وحكوا كثير شغلات سيئه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي اشخاص كويسين حكوا يعني حكوا شغلات كثير رائعه وكثير كويسه حول دين الاسلام وحول القران وحول الرسول صلى الله عليه وسلم. فانت هون ايش بدك تختاري؟ بدك تختاري، هلا انت بدك تدخل على الاسلام، فانت بدك تختاري الاشخاص اللي عم بيحكوا بشكل سلبي او بدك تختاري الاشخاص اللي عم بيحكوا بشكل ايجابي. فهون انت بدك تشغلي المنطق، فقط يشغل الشخص المنطق ويشغل عقله، راح يعرف بانه الموضوع يعني ما فيه ادمان وما فيه يعني اي شيء ابدا. لانه يعني انا بدي اشرب قهوه، يعني اذا بدي اشرب قهوه بدي اسوي لها يعني تحاليل وبدي اسوي لها كثير شغلات، يعني هذا الكلام غير منطق، غير منطق هذا الكلام ابدا استاذه لولو. في حدا كمان عنده سؤال او حدا عنده استفسار بالنسبه للاعضاء الجدد؟ ان شاء الله رب العالمين الفكره صارت واضحه عندهم. في اشخاص رفعوا ايدهم، اذا عندهم سؤال يفتحوا المايك. الاستاذ هشام، الاستاذ يزن، نصار ادمان، اذا صار ادمان فهو من جراء جوده وروعه هذا المنتج، وياريت الكل يدمن على هاي المنتجات الاروع ادمان. قلت له اخي انس، قلت له يعني هذا الاعتراض غير منطقي ابدا. الشخص اللي بيقول لك اعتراض يعني المنتجات عليها ادمان، يعني اعتراض غير منطقي. طيب ما حدا عنده سؤال؟ ما حدا عنده استفسار؟ السلام عليكم استاذ. يا هلا اخي محمد، تفضل. مكان صوت السيارة، أنا هلا صرت الشغل وصوت السيارة مزعج، فلذلك ما حصلت أرفع الصوت، لكن اضطريت. سؤالي بطرد الفكرة مثلا للناس، تمام؟ يتصابوا بناء الفريق، يقول لك مثلا بناء الفريق صعب، فلذلك يرفضوا في العمل. ما سمعت والله أستاذ محمد، بده ربح سريع؟ ربح سريع بده؟ لا، يتصاب بناء الفريق. ما عنده أي مشكلة في الفكرة وفي العمل، لكن يقول لك بناء الفريق أكثر صعبة، يعني مع الناس وبدها كذا. طبعا احنا نقدم له كافة الشروحات حول بناء الفريق، لكن مع ذلك يقول لك صعب تقنع الناس، فيكون انسحابه لهذا السبب. يا هلا أخي محمد، هلا بالنسبة لمسألة صعب إقناع الأشخاص، هلا في حدا بحياته ما بده يربح $1,000؟ أو $2,000 أو $3,000. في حدا بحياته ما بده يكون عنده حرية مالية، يكون عنده حرية اجتماعية، يكون يسافر وين ما بده، يروح وين ما بده؟ ما في حدا ما بده، الجميع كله بده هيك. فإذا أنت عم بتلاقي صعوبة بإقناع الأشخاص، معناتها أنت ما عم تعرض فكرة المشروع بالشكل المطلوب، وما عم تعرض فكرة المشروع بشكل واضح. أنت يا عم تنسى تكتشف الاحتياج الموجود عند الشخص، يا عم تنسى تعرض عليه الحوافز والهدايا اللي عم بتقدمه للشركة والخطة المالية وش قد بدها توصل أرباحك. كتير شغلات انت عم تنساهم بعرضك للفكرة. فانت اذا عندك مشكلة باستقطاب الاشخاص او باقناع الشخص، فغالبا انت عندك مشكلة بالمعلومات. انت لازم تحضر محاضرات بشكل اكبر عشان يكون عندك معلومات اكثر، عشان تحسن تقنع الاشخاص. هلا انا اذا سويت هلا مثلا، اذا نشرت على الفيسبوك، إذا تواصل معي 10 أشخاص بقنع منهم أكثر من 5 أشخاص بقنعونه، وهذا عدد كتير كبير. إذا أنت تواصل معك 10 أشخاص، إذا قنعت منهم شخص واحد فأنت ممتاز. إذا أنت كبداية شخص واحد، إذا تواصل معك 10 أشخاص أقنعت منهم شخص واحد، فهذا الشيء كتير ممتاز، لأنه مستحيل جميع الأشخاص يدخلوا معك بهذا المشروع. فالمشكلة عند الشخص يلي ما عم بيحسن يقنع الأشخاص،
هو انه هو ما عم يحضر المحاضرة، لازم يحضر المحاضرات بشكل اكبر، لازم يطرح الاسئله، لازم يطرح الاستفسارات، ولازم يحاول يحكي قدر الامكان عشان يكون عنده قدره على الاقناع. الله يكرمك يا رب اخي محمد. في حدا كمان عنده سؤال؟ استاذ خالد الله يعطيك العافيه على هذا الشرح. المشكله هو اللي انا حاضر محاضرات كثير وعندي اقناع وعندي فريق، لكن انا عم بقول لك شيء من اللي قام بالواجب يعني في رفع الناس لفكره العمل. والله ما حسنت اسمعك استاذ محمد، ما بعرف اذا انتو فهمت سؤال استاذ محمد. هلا صوت مسموع؟ صوت عنده عم يشوش. استاذ خالد انا عندي فريق الحمد لله وعندي معلومات كافيه، لكن انا ذكرت لك شيء من اللي نواجهه في عرض فكره العمل برفض الناس للفكره، شو هو السبب يعني اللي ترفض فكره العمل لهذا السبب فيرفضون فكره العمل. بس زكاتك استاذ محمد عيد السؤال لانه طلعت من الاجتماع والمرشاه دخلت. والله رجع عيد السؤال استاذ محمد زكاتك. هلا صوتك كان واضح ما شاء الله، بس انا طلعت من الاجتماع ورجعت دخلت يعني بالغلط سكران ما بعرف شلون. تفضل استاذ هشام، عندك سؤال استاذ هشام؟ في اعتراض انه بيقول لك انه هلا انا بدي فوت وافعل 100 نقطه مشان افيدك وانت تربح، وانا بجوز ما اقدر اجيب حدا، بيكون انا فتك وانا ما استفدت. لا تاخذني الصوت، عندي في ضجه لانه بالباص. تمام استاذ محمد ما في اي مشكله. هلا هذا الشخص اللي اخذ هاي ال 100 نقطه هو ما عم بيدفع هاي ال 100 نقطه وما بياخذ فيها منتجات، هو عم بياخذ منتجات. فهو اول شيء بده ينفع حاله، بده يستفيد هو. يعني مثلا هو اشترى القهوه، اشترى معجون اسنان، واشترى الصابون، واشترى الشامبو. طيب هو المصاري اللي دفعها اخذه. اذا هو عم بفكر بانه هو عم بفيدني، فهذا الشخص اصلا لا تشتغل معه، ما بنصحك تشتغل معه لانه ما راح يكمل معك. اذا الشخص عم بفكر بانه انت اذا اشترى 100 نقطه انت بدك تربح منه، فهذا الشخص من الاحسن ما تكمل معه، لانه هذا الشخص ما راح يحسن يكمل معك وما راح يحسن يكون مدرب. فانت بدك تعتمد على الاشخاص يلي فهمانين الخطه الماليه. وعم بيقول لك بانه هو عم بيقول لك بانه هو مثلا يعني انت حققت 100 نقطه وانت استفدت منه. طيب هو اذا حقق 100 نقطه ما حسن يجيب اشخاص. اخواني اخواتي، نحن عم نبيع منتجات كثير مطلوبه، منتجات عباره عن قهاوي، عباره عن عصائر، عباره عن مكملات غذائيه، مواد التجميل، ومنتجات العنايه الشخصيه. اذا انت تاجر، اذا بدك تشتغل بالتجاره، ما احسن تبيع صابونه وما احسن تبيع شامبو وما احسن تبيع القهوه، فمحلك مو بينا نحن، محلك مو بهذا المشروع ابدا. فروح دور لك على غير شغل اذا ما بتحسن تبيع صابونه فقط. تفضل اخي ابو شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ يا هلا أخي الكريم. أنا والله صار لي تقريبا 5 أيام بالشركة. ما شاء الله عليك يا رب، كتير ممتاز. حاولت تتعرف حول المنتجات؟ والله ريت أتعرف عن تبع شان مرض السكر. ممتاز أخي الكريم. مش قد عمرك؟ أنا مواليد 92 يعني قول 20 يعني 40 سنة تقريبا. تقريبا لا 34. تمام أخي الكريم، ما شاء الله عليك يا رب. بالنسبة لعلاج مرض السكري أو مشكلة السكري، حاول تأخذ المثلث الذهبي اللي هو سبيرولينا والفطر الريشي والمورينزي ببدايتك انت لما بتجرب هاي المنتجات. وبتشوف يا اخي. نعم. ما الي نعم. العمي. ممتاز، اعطيه هاي المنتجات، خليه ياخذ هاي المنتجات. لما راح يستفيد من هاي المنتجات ان شاء الله رب العالمين، خليه يحكي لاشخاص اخرين حول هاي المنتجات، وبهي الطريقه انت راح يكون عندك مبيعات.
وبيع هي المنتجات. وبيع عندي كرايبي اسمه ما قاعد يجي ظنه. ايش المشكله عنده؟ عقم. عقم بالنسبه للعقم لازم ياخذ الخماسي الذهبي. الخماسي الذهبي اللي هو الفطر الريشي والسبيرولينا والمورينزي. ايوه نعم. وعرف الاسد الكورديسيبس. انت فقط اكتب عندك الخماسي الذهبي وانت بتدخل على جوجل او بتدخل على يوتيوب تكتب الخماسي الذهبي دي اكس ان وراح يطلع لك المنتجات. ايوه الله يكرمك يا رب. اسعى يا اخي. نعم اسعى جد. مثلا اعطيناهم العلاج هذا يعني جد. نعم. يتفعل معاهم جسمهم بدهم. هلا اقل شيء اقل شيء 6 شهور. اقل شيء 6 شهور اخي الكريم. شكرا اخي الله يكرمك يا رب. يا هلا بالجميع. بتمنى اذا بتعطونا اسئله يعني خاصه بالبزنس او خاصه بالتسويق او اما بالنسبه لمساله يعني العلاجات انا صراحه يعني ما بركز عليها بشكل كبير لانه نحن دائما بنقول بانه منتجاتنا منتجات صحيه طبيعيه. يعني انا ماني مريض انا ما عندي اي مرض وعم باكل هاي المنتجات بشكل طبيعي. المنتجات يعني ليست بعلاجيه مليون بالمئه. دائما نحن اذا صارت هي اذا عم نقول بانه هي انا راح اعطيك هذا المنتج راح يعالج لك هذا المرض يعني مليون بالمئه معناته انا عم بعطيك دواء وكمان الدواء كمان ما بيعالج المرض بشكل نهائي. فمنتجاتنا منتجات صحيه طبيعيه بيحسن ياكلهم الشخص يلي هو مريض او الشخص يلي هو غير مريض. يعني نحن هلا يعني بفريقنا كلنا عم نستهلك المنتجات وفي كثير اشخاص ما عندهم اي مرض. فاذا حدا عنده سؤال حول البزنس او حول العمل يتفضل ان شاء الله يطرح سؤاله. طيب بتحبوا نرجع لمسألة الاعتراضات. هلا اول اعتراض اذا الشخص قال لك بانه يعني الشركة تبعكم هي شركة هرمية. انتوا بتعرفوا الفرق بين الشركة الهرمية والشركة متعددة المستويات. فمين بيحكي لنا او مين بيكتب لنا الفرق بين الشركة الهرمية والشركة بيع مباشر او البيع متعدد المستويات؟ لانه يعني هذا السؤال كثير بنطرح. يعني كثير اشخاص بيجي بيقول لك الشركة تبعكم انتوا شركة هرمية. فمين عنده الجواب على هذا السؤال؟ هي مسألة الاعتراضات إخواني أخواتي سواء عند الأعضاء الجدد أو أعضاء القدامى مسألة ضرورية جدا. لأنه أنت إذا ما حسنت تعالج هذا الاعتراض فهذا الشخص راح يشوفك بأنه أنت أصلا مانك يعني مانك فهمان المشروع بشكل كامل. والله أنا إلي شهر شوي مسجل الشركة أنا اشتريت. بالنسبة للمنتجات موجودين بإدلب موجودين بجميع يعني المناطق بسوريا في كثير نقاط بيع تقريبا أكثر من 10 نقاط بيع ما شاء الله بسوريا. والله أنا إلي شهر وشوي مسجل لي بالشركة أنا اشتريت من منتجات معجون أسنان وصابون للوجه اللي بس لكن شرحت عن منتجاتهم فقوا معي اثنين واشتروا من هون القهوة السوداء ومعجون أسنان وسبيرولينا ما شاء الله ممتاز ممتاز. أخي جبالي أخي جبالي ممتاز. أنت لو ما كنت ما جربت المنتج ما حسنت تبيع هاي المنتجات لهدول الأشخاص. فأنت من خلال تجربتك للمنتج وشفت الفوائد بهذا المنتج فحسنت ما شاء الله حسنت يعني تعرض المنتج بهمة عالية وبقوة بالكلمة وقوة بالإقناع عشان هيك هذول الأشخاص حسنوا يأخذوا منك المنتجات. فحاول هذول الأشخاص اللي أخذوا المنتجات إذا المرة اللي بعدها أو لما بيجوا كمان بدهم يأخذوا المنتجات حاول تقول لهم بأنه أنت تحسنوا تأخذوا هاي المنتجات ويطلع لكم كمان أرباح. يعني هي طريقة بالاستقطاب ما شاء الله الأستاذة إيمان عم تستخدم هاي الطريقة. يعني الأشخاص اللي أخذ المنتج واستفاد من المنتج بتقول له تعا أسجلك وتعا يعني يطلع لك أرباح من خلال هاي الطريقة. إيه مزبوط أستاذ خالد يسعد لي مساك. الله يكرمك يا رب أستاذة إيمان ما شاء الله عليك يا رب. الأستاذ محمد بس ثواني أستاذة إيمان. الأستاذ محمد عم بيقول الهرمي بيكون ما فيه منتجات
بجيب واحد بتاخذ ارباح، اما نحن عندنا منتجات طبيعيه ومفيده تبيع وبتفيد العالم، واذا جبت شخص بتاخذ ارباح. ما شاء الله عليك استاذ محمد، ممتاز. مين كمان؟ انا كمان جربتهم، ممتاز. مين كمان بيجاوبنا على سؤال الفرق بين الهرمي والفرق بين متعدد المستويات او البيع المباشر؟ تفضل يا استاذ ايمان. استاذ خالد، انت كنت عم تذكر انه انا من خلال المنتجات طبعا عم بسجل اعضاء. اي مزبوط هذا الحكي. انا في عندي كثير اعضاء بفريقي، في كذا شخص بيجي 3-4، هذول بس مستخدمين للمنتج، فانا بنصحهم يعملوا عضويه وياخذوا على رقم عضويتهم المنتجات. هن صاروا مستخدمين، يعني صار لهم 2-3 شهر عم يجربوا المنتج وصاروا مستخدمين دائمين. فانا بجي بقول لهم انه خلص بعملكم عضويه وانتم خذوا منتجاتكم على رقم عضويتكم. بهي الطريقة بيكونوا أعضاء بالفريق، بس إنهم ما لهم فعالين، لا عندهم استعداد يستقطبوا ولا حتى يشتغلوا ولا يجيبوا أعضاء، بس مجرد إنه عرقهم عضويتهم يشتروا منتجاتهم. كمان هاي الطريقة أنا عم بشتغل عليها، وما شاء الله يعني بيدلوا رفقاتهم حتى وجيرانهم بعد ما إنه هن ياخذوا المنتج يستخدموه، بيكون عن طريقهم في مبيعات. يعني كل شخص عم يحكي لأقربائه لأصدقائه بعد استخدامه للمنتج. بهي الطريقة عم يقوى عنا، عم تقوى عنا تسويق المنتجات، وما شاء الله وعم يجي أعضاء فعالة. يعني أنا الأشخاص ما بس بطرح عليهم فكرة المنتج، بعرض عليهم حتى فكرة المشروع حتى يكونوا إنه جادين بالفريق. فاللي بيقبل يكون جاد ويشتغل ويتابع ويتعلم، فهذا بكسبه كأنه شريك بالنجاح، واللي بده يكون مستخدم كمان هذا الشيء بيرجع له. على كل الأحوال مهم أنه ما أفرطهم من إيدي، ما أخلي حدا يطلع خسران. ما شاء الله عليك أستاذ إيمان، والله هي يعني نقطة قوية جدا، اللي هي الاستقطاب من خلال المنتج. الاستقطاب من خلال المنتج عم بيكون فعال بشكل قوي. ليش؟ لأنه الشخص قد ما أنت حكيت له، عم تحكي له على الخطة المالية وعلى المنتجات وعلى هذا استفاد وعلى هذا ربح، هو بده شيء يكون ملموس. فانت دائما نحن ليش بنقول للاعضاء اللي بيدخلوا معنا الجدد، ليش بنقول لهم يا اخي الكريم روح جرب منتج واحد ولو صابونه جربه. فانت لما بتجرب هذا المنتج بتعرف نحن عن شو عم نحكي، تفهم علينا بنفهم عليك. ولكن اذا انت ما جربت ولا منتج، ايش قد انا ما حكيت لك بانه هاي المنتج ما شاء الله بيعالج كثير شغلات ومفيد وصحي ورائع وطيب، ما رح تدخل فكره بعقلك. ولكن انت لما جربت المنتج رح تحس بإيش نحن عم نحكي. فيعني قوية صراحة هي الطريقة اللي عم تستخدمها أستاذ إيمان، قوية جدا بالاستقطاب، لأنه الشخص اللي جرب المنتج مستحيل يترك هذا المنتج، لأنه صراحة منتجات لا توصف أبدا. بس الأحسن أول شيء جرب منتج وبعدين إذا يحب يسجل، في ناس دغري بدها تسجل للشخص وما يبقى ولا غلط أو شيء، لازم يجرب شيء. كمان أختي جواهر، الشخص إذا بده يتسجل بيتسجل، ما في أي مشكلة. بعدين بيجرب المنتج، مو يتسجل يعني صار له أسبوع، صار له شهر، شهرين، 3 شهور ولسه ما جرب منتج واحد، راح يحس بأنه هو ضائع، ما راح يفهم المشروع بشكل مطلوب أو ما راح يفهم نواحي المشروع بشكل كامل. البيع المباشرة هو بيطلع المنتجات من المصنع ثم إليك، مشان هيك تأخذ أرباح بدل الإعلانات وغيرها، عكس البيع عادي من المصنع إلى إعلانات والتجار الجملة والدكان وغيرها. ممتاز أستاذ محمد، ما شاء الله عليك يا رب، مميز ويعني أجوبة رائعة من الأستاذ محمد. الشخص كمان قال بأنه النظام الهرمي ما فيه ضغط ديناميكي، ممتاز. كمان النظام الهرمي ما فيه ضغط ديناميكي، زائد إخواني أخواتي مثل ما حكى الأستاذ إسماعيل، بالنسبة كيف أنتوا بتعرفوا النظام إذا هرمي أو لا؟ لما بيقول لك تعال اشتري مرة واحدة فقط وبدها تجيك الأرباح مدى الحياة، طيب إذا شغلنا المنطق وشغلنا العقل، كيف هاي الشركة من وين بدها تجيب هاي الأرباح؟ إذا هاي الشركة إذا ما عم تبيع منتجات، إذا ما في منتجات بينباعوا وبينشروا، طيب هاي الشركة من وين بدها تجيب الأرباح مشان تعطيك أنت الأرباح؟ ففي شيء غير منطقي. فهاي المسألة الأولى اللي هي بأنه الشركة الهرمية غالبا المنتج عم بيكون يعني كمان المنتج ما عم بيكون مال على ما عم تستفيد منه. مثلا عم بيكون عند المنتج الساعة، بيقول لك انت بتاخذ ساعة بقيمة 300 دولار او 400 دولار وخلص، وبيجيك الارباح بشكل مستمر لما بتجيب الاشخاص. فبهي الطريقة انت اول شيء هاي الساعة، انت اذا جبت صديقك
هذا صديقك جبته قلت له بدي ادخلك بمشروع تمام ويجيك من خلاله ارباح ومشروع رائع جدا وما بعرف شو، ولكن بدك تشتري ساعه بقيمه 300 دولار او 400 دولار. طيب هو ما يعني هي الساعه مو لازمه، هي الساعه ما بده هي الساعه، ممكن عنده شغلات اخرى. ولكن انت لما بتجيب شخص لهذا المشروع بتقول له خذ القهوه او خذ معجون اسنان او خذ الصابون، هو اصلا عم بيشتري من السوبر ماركت. في حدا ما بيشتري صابون؟ في حدا ما بيشتري شامبو؟ في حدا ما بيستخدم معجون اسنان؟ في حدا ما بيشرب شاي؟ في حدا ما بيشرب قهوه؟ مستحيل. فانت عم بتجيبه على شيء كان هو اصلا عم بيستخدم هذا الشيء، يعني المنتوجات اللي كان عم بيستخدمه من السوبر ماركت صار عم بياخذها من الشركه وعم بينزل له الارباح، وبيجيب الاشخاص اخرين بيغيروا البقاليه. هذا اسمه فقط تغيير البقاليه من بقاليه يعني استنزافيه للاموال الى بقاليه استثماريه بتجيب عليك الارباح بكل البساطه. ما شاء الله عليك استاذ محمد. زائد بالنسبه للشركه الهرميه بيكون فيها تضخم، يعني قد ما استمرت هاي الشركه ممكن تستمر 3 سنوات، ممكن 4 سنوات، ممكن 5 سنوات، ولكن بعدين بتختفي ما بقى تشوف هاي الشركه ابدا. ولكن الشركه تبعنا نحن قد عمرها اكثر من 30 سنه. تمام. ففي كمان شركات يعني بتقول لك يعني توازن الكفتين، بيقول لك هاي الكفه لازم تكون متوازنه مع هاي الكفه لهم. كمان هذا النظام يعني سيء جدا. في كثير انظمه صراحه، فنظام البيع المباشر او النظام الموجود بشركتنا نحن ما فيه يعني صراحه ما فيه يعني اشكالات. يعني كثير اشخاص، هلا هذا الكلام ما عم بحكي من عندي، هذا الكلام كثير اشخاص من شركات اخرى دخلوا بشركات اخرى وتعمقوا فيها وخلاص ما بقى يحسنوا يطلعوا منها ابدا، لانه دخلوا عالم وتعمقوا فيها ما بيحسنوا يتركوا الشركه. فنظام الشركه تبعنا نحن شركه دي اكس ان صراحه نظام قوي جدا، ونظام فيه خطه ماليه يعني بتعطيك ارباح لا ما بتتخيل ابدا، ما بتتخيل ابدا باي مشروع كيف ما كان. فما بعرف كمان اذا حدا عنده تعريف او حدا عنده سؤال. تفضل خالد. ممكن سؤال بعد اذنك؟ بداية أعتذر من شوي كان في عندي صوت وضجة، كنت جاي من الشغل وصوت الباص، آسف على هذا الشيء. ما في مشكلة أخي. أستاذ الآن اليوم مثلا ضميت عضو معي وراد يطلب منتج واحد من الشركة، ونفرض صابونة، قيمة الصابونة اليوم عندنا بتركيا 98 ليرة، فهنا يكون عليها أجور للشحن ولا يأخذها بقيمة 98 ليرة ما يدفع غير شيء؟ إيه نعم عليه أجور الشحن أستاذ محمد. هلا بالنسبة لمركز الشركة، إذا بيحسن هو يروح على مركز الشركة كتير ممتاز. إذا ما هو ما حسن يروح على مركز الشركة يحاول يجمع 100 نقطة. ال100 نقطة يعني بضم الشركة ما بتأخذ عليها، مو الشركة هي ما لها علاقة بالشركة، مركز الشركة. المركز ما بيأخذ عليها شحن. إذا 100 نقطة يحاول يجمع 100 نقطة، يعني 100 نقطة إيش سعرها؟ يعني 60 دولار أو 70 دولار بتركيا، يعني مش غالي إخواني أخواتي. تدخل بمشروع ب60 دولار. أنا نصحته بهذا الشيء بتفعيل 100 نقطة، لكن عنده شكك بالعنوان أنه صحيح أو غلط، فأراد يطلب منتج واحد ليتأكد يعني من العنوان صحيح ولا لا، بعدين يفعل تارجت 100 نقطة. هلا هذا الموضوع استاذ محمد، هلا المنتجات حتى اذا ما استلم المنتجات، هو المنتجات بترجع على الشركه، على مركز الشركه، يعني ما بتضيع عليه المنتجات. بالنسبه للعنوان عم بيكون، نعم بالنسبه للعنوان عم بيكون بفاتوره الكهرباء او فاتوره الماء، يعني نعم هو يعني. نعم صحيح، لكن قلت لك انه هو عنده شكك فهيريد يتاكد من هذا الشيء. أرسون، فسألت أنا السؤال إنه حول الصابونة، طلب الصابونة عليها أجور شحن ولا لا؟ أنا حسب ما أعلم المنتج إذا كان قيمته أقل من 400 ليرة فبدك تدفع عليه أجور شحن، أما إذا كان فوق 400 ليرة تركي بتركيا هنا ما تدفع ولا أجور شحن، أنت أجور الشحن على مركز الشركة. إيه نعم أستاذ محمد، مثل ما حكيت لك هي مسألة بأنه ما بيعرف العنوان. ممكن يحط عنوان احد اصدقائه، ممكن يحط عنوان السمان يروح لعنده يقول له بده يجيني كربو لعندك، بيحط عنوانه. يعني هذا الموضوع محلول، يعني هذا اسهل الشيء استاذ محمد. مزبوط معك، انا ما هو اريد اتاكد من عنوانه صحيح مشان تجي المنتجات على هذا العنوان
عشان يفعل التارجت الشهري. ايه بده يدفع، معناته بده يدفع اجور الشحن. طبعا طبعا. ايه ماشي استاذ، يعطيك العافيه، الله يجزاك الخير. الله يكرمك يا رب استاذ محمد، ما شاء الله عليك يا رب. الله يبارك فيك. الاستاذ محمد عم بيقول لا، ال100 بتاخذ 150، لا ما بياخده، ما بياخده. ممتاز استاذ محمد، حتى ال150 نقطه في اجر شحن، اما فوق ال150 ما في اجر شحن. هلا حسب المنطقه، هلا انا كنت عم باخذ من، يعني عم بشتري من موقع الشركه، تمام، مشتري من خلال الحساب البنكي، ما بدفع شحن 100 نقطه، عم بشتري من خلال الحساب البنكي، بعمري ما دفعت شحن. استاذ خالد، انا من يومين طلبت علبه سبورلينا، بس سبورلينا، تمام، وعن طريق حساب البنكي ما دفعت ولا ليره اجور شحن. يعني مثل ما ذكرت، المنتج بس كان اقل من 400 ليره تدفع عليه اجور شحن، اما اذا كان فوق ال 400 ليره ما تدفع اجور شحن. انا طلبت سبورلينا حقه 525 ليره تركي، انا ما دفعت اجور شحن ولا ليره. ممتاز استاذ محمد، ما شاء الله، معناته يحاول هو يجمع منتجات بقيمه 400 ليره. نعم، حاول يجمعون، يعني صابونه ومعجون اسنان وشامبو، مش صعب يعني، مش صعب 400 ليره. اي نعم، مش صعب، بسيط. نعم، هذا لا، انا اللي ذكر الاخ اللي بقول انه فوق ال 100 نقطه، لا لا، انا علبة سبريني فقط من يوم ان طلبتها 525 ليره ما دفعت اجور شحن. اي نعم استاذ محمد، لانه انت اشتريت من موقع الشركه. هلا هو يجوز عم بيحكي على مركز، لانه كل مركز عنده اجور شحن. هلا مثل السينيور، السينيور عم بيجي ارخص، تقسيم عم بيجي شوي اغلى، العنتاب عم بيجي شوي متوسط، يعني حسب كل مركز ايش هو، يعني ايش قد عم بياخذ على الشحن. فانت لما بتشتري من موقع الشركه ما بياخذوا شحن ابدا. طبعا انا من موقع الشركه، طبعا من رقم عضويتي طلبت المنتج. اي ممتاز استاذ محمد، اذا بتحسن تطلب للشخص اللي من فريقك، اذا بتحسن تطلب له انت بيكون احسن، لانه هو يجوز ما يكون عنده حساب بنكي. او لا، هو عنده حساب بنكي واموره كلها بخير، لكن هو بنتاكد بس من موضوع عنوانه انه سجل بشكل الصحيح، لان انا بعثت له رابط من صفحتي، فاسجل هو بايده حتى يتعلم. انا اي شخص بدي اضمه ضمن فريقي ارسل له الرابط واخليه هو يسجل بايده حتى يتعلم، ايضا بعدين ضم الاعضاء. ممتاز استاذ محمد، ما شاء الله. هلا كمان الشركه او شركه الشحن لما بتجيب المنتجات بدي اقول لك تليفون، يعني بتتصل فيك انت، فانت ممكن تطلع اذا ما كان عنوانك، اذا كان خطا هو بيقول لك وين موجود، انت بتقول له تعال قدام شوي او تعال ورا شوي بيجي لعندك. يعني مو هذا الشيء بسيط، يعني هو بشركه الكارغو، هذا تيجي مثلا حتى اذا ما وجدوه بالبيت يرجع المنتج على مركز الكارغو ويروح يستلمه من المركز. اي نعم، ما نخسران شيء ابدا. ما ان شاء الله صارت معي كثير، يعني عادي، هذا شيء بسيط. الله يكرمك يا رب استاذ محمد، ما شاء الله عليك. الله يجزيك الخير يا رب، بارك فيك استاذ. الله يكرمك يا رب. في حدا كمان معنا عنده سؤال او عنده استفسار؟ اخي انا عندي سؤال. تفضل اخي كريم. اخي انا ما عندي حساب مثل البنك، وانا حساب الزور. تمام، انت بتطلب من خلال يعني الواتساب، تتواصل مع الارقام الموجودين بسوريا، تتواصل معهم من خلال الواتساب بيجيب لك المنتجات اللي عندك اذا بدك، او اذا بدك هو بيبعث لك. نعم يا اخي، ثاني عندي منطقتي ما بي موزع، في ابو حمام منطقه ثانيه. استاذ نادر واستاذ خالد، ممكن تسمح لي بمداخله؟ تفضل استاذ محمد. اخوي الكريم، انت موجود باي منطقه؟ بدير الزور، حوايج بومصع. تمام، ممتاز. في عندك بحوايج بومصع في الاستاذ علاء يتواصل لك مع النقطه اللي بالرقه وتوصلك المنتجات لعندك. ايوه، وشلون مثلا حساب هو حاسبه هير بالبيت؟ لا، طريقة الدفع أنا أرسل لك رقم الأستاذ علاء، تتواصل مع الأستاذ علاء وهو يخبرك كامل التفاصيل. إيه، بعث لنا رقمه. تمام، تواصل معي على الخاص هسه إن شاء الله تعالى، وراح أكتب لك رقمي
سجل رقمي عندك وراسلني ارسل لك رقم الاستاذ علاء وان شاء الله امورك محلوله. ما شاء الله عليك استاذ محمد، اعطيه رقمك اذا عندك كتبت رقمك ما شاء الله عندك بالرسائل صار. سجل رقمي عندك، راسلنا على الواتساب وابعث لك رقم الاستاذ علاء ان شاء الله امورك محلوله. ما شاء الله عليك استاذ محمد، الله يكرمك يا رب. الله يسلمك استاذ. الاستاذ علاء له تواصل مع نقطه الرقه بشكل مباشر، فيتواصل ان شاء الله تعالى مع النقطه شو المنتجات اللي لازمته واسعارها وتوصل لك المنتجات اللي عندك ان شاء الله تعالى. ما شاء الله عليك استاذ محمد، الله يبارك فيك استاذ. لا تاخذني لكن هاي المداخله لحتى نوصل له الطريقه اسهل يعني ان شاء الله تعالى. هو لازم يتواصل مع فريقه، قائد الفريق اللي يسجل لك هو يرسل لك رقم النقاط مثل الموجوده اللي قريبه عليك يسهل لك عمليه طلب المنتجات. الله يكرمك يا رب استاذ محمد، ما شاء الله عليك يا رب. بقينا معنا 5 دقائق فقط. مين كمان عنده سؤال؟ السلام عليكم. أختي يا هلا أختي حنان تفضلي. بدي أسأل، أنت بتحكوا إنه في اللي ما فعلش نظام اليو اس بي وروح يفعله، مثلا كيف يفعله؟ مثلا أنا ما عنديش مثلا رصيد غير 200 نقطة من زمان، يعني مش زمان مشاركة، صح تركت مش من 2024 يعني قبل بشهرين، بس يعني ما عنديش حتى فريق، يعني اللي سجلته معاي يعني مش فعالين بالمرة ولا فعال، كيف يعني بدي أساوي؟ تمام أختي الكريمة، أنت إيمت سجلتي؟ 2023 بس آخرها يعني آخر شهرين فيها. ممتاز، مسجل على أي سيستم؟ القديم. لا، بأي دولة أنت مسجلة؟ في الأردن. تمام، في الأردن ما في ASP. في الأردن مو مطلوب منك تحقق ASP. الميت نقطة تبعك أنت يلي فعلتيها نفسها هي ASP. بتحققي فقط الميت نقطة وأنت بتحاولي تركزي على أشخاص يكونوا بتركيا، لما بيحققوا الميت نقطة أنت ما بتجيكي 100 نقطة، بتجيكي 200 نقطة لأنه في مضاعفة النقاط وبيجيكي من خلاله أرباح 60%. حاولت استخدم من برا بس مش يعني عشان جديده من الشركه مش يعني استقرار يعني ان شاء الله تعمل شويه. تمام عادي استاذه حنان، عادي انت موجوده بالاردن مانك ملزمه بنظام الاي اس بي، لانه الاشخاص الملزمين بالاي اس بي هن الاشخاص الموجودين بتركيا والاشخاص الموجودين باوروبا. ايوه ليش بتفعلوا نعم. عندنا مثلا باوروبا عندنا ما فيش، يعني شو السبب؟ رح يتم تفعيله السادة حنان، الشركة عم تيجي خطوة خطوة، رح يتم تفعيله بالدول العربية كمان إن شاء الله قريبا. إن شاء الله بإذن الله. الله يكرمك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. تفضل أخي غالي. كنت فتحت المايك. ما بعرف أخي غالي يجوز عم تفتح المايك بالخطأ. في كمان حدا من الأعضاء عنده سؤال. الأستاذ يزن، الأستاذة زهرة رافعين اليد، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ خالد. أهلا وسهلا أستاذة زهرة، تفضلي. بغيت نطرح السؤال ديالي، أنا فعلت الكود وعندي الفريق، واش لازم عليا ندير 100 نقطة شهرية؟ إيه نعم أستاذة زهرة، كل شهر مشان ينزل لك الأرباح تحت اسمك بالشركة لازم تحقق 100 نقطة. ممكن تشتري هاي 100 نقطة تستهلكيها على صحتك أنت، أو ممكن تبيعي هاي 100 نقطة. نحن دائما بنقول حاولوا تبيعوا 100 نقطة أو حاولوا تسوقوا 100 نقطة وتستهلكوا شوي من خلال هاي المنتجات. ولكن أستاذ خالد أنا ما لقيت البيع. حاولي تستهلكيهم استهلاك، يعني حاولي يعني تاخذيهم لبيتك أنت. شكرا. وعندي الفريق تقول لي باش يفعلوا الكود، باقي ما عندهم الفريق. تنقول لهم لا،
ما ي... بلا ما يفعلوا لكم الدواء حتى يكونوا الفريق، صحيح؟ لا لا خطأ أختي الكريمة. هذا الموضوع يعني مثلا شخص بده يفتح مشروع، طيب بده يفتح محل منتجات غذائية، تمام؟ طيب أنا بدي أعبي هذا المحل، أعبيه بالمنتجات، تمام؟ وبعدين بيجوا الزبائن بيشتروا لعندي، أو أنا ما أعبي هذا المحل، أفتح محل أعيفه فارغ وأستنى الزبائن ليجوا، بعدين بيطلبوا مني الزبائن، بعدين بروح وبشتري. إيش هو الصحيح؟ الصحيح هو أنه أنت تعبي تفتح المحل وتعبيه منتجات غذائية، مشان لما بتيجي العالم تشتري منك. فأنت كذلك بدي يجيب هاي 100 نقطة، تستهلك قهوة أو تستهلك صابون أو معجون أسنان أو أي منتج كيفما كان، وتاخذ هاي المنتجات تحاول تبيع هاي المنتجات، يعني تحاول تبيع على ارض الواقع. يعني لما انت رحت مثلا رحت عند صديقتك انت عم بتقولي لها بانه جبت يعني في صابونه رائعه جدا بالشركه، طيب انت لازم تاخذ الصابونه بايدك، لازم تكون بايدك انت لما بتكوني عم تشرحي لهي السيده او لهذا الشخص. كمان كذلك المعجون اسنان، لازم تاخذي معك معجون اسنان، تمام؟ مشان هذا الشخص يشتري منك لازم يكون معجون اسنان بايدك انت. نعم نعم، هي مسألة، هي عقلية، صراحة هي عقلية الفقراء. الشخص يلي بيقول لك أنا بدي مثلا بدي أكون فريق بعدين بحقق المئة نقطة تبعي، بعمره هذا الشخص ما بينجح، بعمره ما بينجح. ليش؟ لأنه أنت مثلا كمان فريقك اللي رح تجيبه، كمان الأشخاص اللي رح تجيبه كمان هنين رح يقولوا بأنه أنا ما رح أحقق المئة نقطة حتى أجيب أشخاص آخرين، والأشخاص الآخرين كمان رح يقولوا نفس الشيء، والأشخاص الآخرين كمان رح يقولوا نفس الشيء. فهون صار استنساخ خاطئ، وهون الفريق رح ينهار، ما رح يكون استهلاك بالفريق أبدا. الشركة عم بتقول بأنه أنت دخلت معنا بالشركة بدك تحقق المئة نقطة غصبا عنك، سواء تشتري هاي المئة نقطة أو سواء تحاول تبيع هاي المئة نقطة. يعني نحن عم نشتغل بالتجارة، تجارة إخواني وأخواتي. إذا أنت بدك تكون تاجر على مستوى كثير كبير، ما بتحسن تبيع صابونه وما بتحسن تبيع معجون اسنان، معناتها انت لست بتاجر. لازم تحاول تتعلم مهارات اخرى، مهارات الاقناع، مهارات الالقاء، مهارات يعني بيع المنتج، مهارات عرض المنتج، كثير مهارات لازم تتعلمها مشان انت تحسن تكون تاجر. يعني التجاره ليست يعني مش سهل فعلا. الله يكرمك يا رب اختي زهرة، بارك الله فيك، ما شاء الله. أهلا وسهلا. في حدا كمان عنده سؤال؟ هلا صراحة وصلنا للنهاية، هلا رح ناخذ آخر سؤال. تفضل أخي أبو شيماء. أستاذ أبعث لك رقم هاتفي. نعم. لأنه ما تسجل معي الرقم. أبو شيماء الآن أنا راح أسجل رقمك، تمام؟ عندي، وأنا راح أرسلك على الواتساب إن شاء الله تعالى. تمام. ما شاء الله عليك أستاذ محمد، الله يكرمكم يا رب، وما شاء الله عليكم يا رب جميعا. ما بعرف إذا القادة، تفضل أخي غالي. أخي غالي تفضل. السلام عليكم. أخي يا هلا، كيف الحال؟ والله الحمد لله. أهلا وسهلا أختي الكريمة، تفضل. مليكة من المغرب. يا هلا أختي مليكة. السؤال ديالي هو شو غادي نقول لك، السؤال ديالي هو ملي كتوصل لوكيل النجم ياك؟ نعم. واش كتبقى في ديك 21% أو لا كتكون في 25% في الأرباح؟ ممتاز أستاذة ملكة. الفرق بين الوكيل النجم الـ 21% اللي بياخد 21% والوكيل النجم اللي بياخد 25% هي مسألة التأهل. أنت بنفس الرتبة، أنت وكيل النجم، ولكن إذا أنت وكيل نجم ما عندك فريق، ما حدا عم بيسهلك نقاط تحت اسمك، يعني فقط انت لحالك عم تشتري المنتوجات وصلتي للوكيل النجم، فانت نسبة ارباحك عم بتكون 21%. ولكن اذا انت عم تستهلك المنتوجات ل 100 نقطة تبعك انت، وفي شخصين مسجلين تحت اسمك، كل واحد منهم حقق ال 100 نقطة، انت بتكون نسبة ارباحك 25%. الله ينورك اخ ديالي، الله ينورك، شكرا. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا اخي مالك. اذا كان ممكن الاخ عادل ياك عادل خالد، انا الاستاذ خالد. خالد بعد نقول لك استاذ خالد. اذا كان ممكن رقم الموبايل ديالك باش نتواصل معك نسوق لك شي حاجه، الله يجازيك بخير. تمام اختي الكريمه، بدي ابعث لك صفحتي. اذا بتدخلي بصفحتي بالفيسبوك تمام، اذا بتكتبي خالد ابو يوسف، او اذا دخلتي على تيك توك كتبتي المدرب خالد تمام على الفيسبوك او على التيك توك. على الفيسبوك المدرب خالد وراح تطلع لك صورتي نفس هي الصوره الموجوده هون، او على الفيسبوك المدرب خالد ابو يوسف. شكرا لاختك، شكرا شكرا بزاف، الله يكبر بيك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا اختي الكريم، اهلا وسهلا. هلا انا جبت واحد تحت اسمي وفعل ISP، شخص واحد. هذا اخر سؤال ان شاء الله راح نجاوب عليه. هلا انا جبت واحد تحت اسمي وفعل ISP، شخص واحد باخذ اخر الشهر ارباح على. هلا انا جبت شخص مو مكمل، يعني عم تكتب استاذ محمد بس مو مكمل. ايش اسمه سؤالك؟ المحاضره ما ضل مسجله، مسجل المحاضره. اذا جبت شخص استاذ محمد، اذا انت موجود بتركيا، الشخص اللي بتجيبه تمام انت بتاخذ عليه 60%. اذا مسجل على اسمك بشكل مباشر بتاخذ عليه 60%، يعني تقريبا شيء 25 دولار 24 دولار 25 دولار. اذا حقق ال 100 نقطه بمقدار 70 دولار او 60 دولار بيطلع لك 24 دولار او 25 دولار، ولكن اذا حقق ال 100 نقطه يعني بسعر يعني 40 دولار في بتركيا 40 دولار بتطلع بتطلع ال 100 نقطه. ف 40 دولار عم بيكون الاس في عم بيكون ضعيف جدا، فارباحك عم بتكون يعني اقل من 20 دولار. فانت بتشوف هذا الشخص حسب الاس في تبعه هذا الشخص، فغالبا انت ارباحك عم بتكون 24 او 25 دولار على شخص واحد سجلته وحقق الاي اس بي. فتصور انت اذا سجلت 10 اشخاص يعني 25 ضرب 10 اشخاص اللي هي 250 دولار. طيب اذا سجلت 100 شخص اللي هي 2500 دولار. فمشان هيك نحن دائما بنقول بانه بمشروعنا انت بتحط يعني الارباح اللي بدك اياها، ايش قد بدك تربح؟ 1000 دولار 2000 دولار 5000 دولار 10000 دولار. الهدف او العدد اللي انت بدك تحطه بهذا المشروع انت بتحسن تحققه، ما في حدود ابدا. ولكن انت بالوظيفه بالعمل اللي عم تشتغل فيه معلم، باول مره بتدخل على باب المحل او اول مره بتشتغل عنده بيقول لك راتبك مثلا 400 دولار 500 دولار، خلاص راحت معك سنه او سنتين او ثلاث سنوات او ممكن مدى العمر، يعني الاشخاص اللي عم بيشتغلوا بالوظائف العموميه. الله يكرمكم يا رب وحياكم الله جميعا وما شاء الله عليكم يا رب. وصلنا على نهايه اللقاء، اللقاء دائما عم بيكون مسجل على اليوتيوب بقناه الاستاذ نادر عثمان، فقط بتدخل على اليوتيوب تكتبوا نادر عثمان دي اكس ان بيطلع لكم القناه، فيها ما شاء الله محاضرات رائعه، وفي هاي المحاضرات الرمضانيه كلها مسجله ان شاء الله. ما بعرف اذا معنا قاده اخرين اذا عندهم كلمه ختاميه ان شاء الله، او اذا موجود الاستاذ نادر، اذا ما حدا عنده كلمه نشوفكم بخير ان شاء الله رب العالمين. حياكم الله وان شاء الله رب العالمين نشوفكم باعلى المراتب، والسلام عليكم.